بنوا اصدقائنا مشاهدي قناه الكارما في كل مكان في العالم برحب بيكم وحلقه جديده ومع قناه الكارما وموضوع حلقتنا النهارده يمكن ربع عايز يتلامس فيه مع كل قلب وكل نفس تسمعنا عنوان حلقتنا وانا أريحكم لو سالنا السؤال مين فينا ممكن يكون تعبان من حاجه في حياته تقريبا كلنا بدون استثناء نقول يس انا عندي حاجه تعبانه فرب عايز يتلامس مع كل نفس مع كل قلب فينا النهارده في كل تعب وفي كل معاناه ممكن نكون بمر بيها لكن في البدايه قبل ما نسمع موضوعنا خلوني ارحب بضيف الحلقه وشخص عزيز علينا جدا خادم رب دكتور محب نصيف أرحب حضرتك يا دكتور مشكورة جدا جدا لوجودك معانا النهارده اهلا بيك يا اخت منى الرب يباركك كتير ويباركك ايضا ويمكن احبائنا المشاهدين اللي فيكم يعرفوا دكتور محب يعرفوا ان الرب سمح في الوقت اللي فات بتجربة أليمة وحاجة يعني كانت مفاجأة للأسرة كلها وهو انتقال ابن دكتور محب بطريقة فجائية ومن قناة الكرمة من كل قلوبنا بنقدم تعزية لكل أفراد الأسرة مرة تانية أنه ربي يعزي كل قلب وشدد كل نفس ورب يستخدم الحدث زي دكتور المجد اسمه انه ناس كتير تعرف الرب اكتر وترجع له من أمين. خلال الالم اللي ممكن يكون الرب سمح فيه للعيله تكتاس فيه امين وشكرا يا اخت منى الرب يباركك ويبارك مشاعركم الحلوه شكرا لك يا دكتور ويمكن يعني لو حضرتك تقول لنا بسرعه كلمه عن الموضوع ده قبل ما ندخل في موضوع حلقتنا و... ويعني الرب كان بيتعامل ويتلامس زي معاكم في الوقت دوت نتكلم عن الموضوع لأحباء المشاهدين اللي ما يعرفوش هو في الحقيقة ماركو كان عطية متميزة من الرب، اكسبشنالي جيفتد. متعدد المواهب الطبيعية والروحية. وكان شخص مؤثر جدا رغم حياته القصيرة اللي ما وصلتش 21 سنة. لكن كان بيتمتع بمحبة قطاع مهول من الناس، أعمار مختلفة. أساتذة الجامعة بتوعه كلهم كانوا بيعتبروه ابنهم ما كانش بيعتبروه طالب م. كان متميز ومتفوق جدا وبيطلع بامتياز كل ترم مش كل سنه كان بيذاكر ايه دكتور كان في هندسه اسيوط قسم العماره م. كان فاضله سنه واحده ويتخرج والحقيقه يعني انا فخور بيه رغم انه يعني حياته كانت قصيره بس هذه الحياه كانت عميقه التاثير وسيرة عطرة جدا تركها بعد رحيله المفاجئ في حادث السيارة يعني ما كانش حد يتوقع بس هو كان متأكد مش متوقع الرب كشف له واداله إعلان من خلال حلم تكرر مع عدة مرات إن حياته قصيرة وإنها تنتهي في حادث السيارة واو. شاف المنظر ده يعني مرارا كثيرة وهو راكب السيارة لوحديه في نفس المكان اللي حصلت فيه الحادثه بنفس الطريقه اللي حصلت بيها الحادثه وهو حكى الكلام ده لاصحابه بس كان حريص ان هو ما يوصل لناش احنا هذه الرساله اللي هم ما تقولوش لبابا بس انا عارف ان انا رايح السما الاسابيع الاخيره كان بيكتب على الفيسبوك لاصحابه ما يفيد ان انا مسافر على السماء واخر يوم كان عارف ان النهارده اخر يوم يقول لهم جود باي ما تزعلوش انا رايح السماء آه. واو. كانت أحب ترنيمة لي عمال يشغلها في العربية أنا راح أسافر حتة بعيدة مدينة مم. سعيدة ما فيها دموع مم. أفرح فيها وأسكن فيها مدينة ملكها رب يسوع مم. لو تسأل هتسافر فين إمتى هتوصل أي معاد هي مجرد طرفة عين وألقى نفسي في الأمجاد واو. كان بيكتب يعني لكثيرين يكلمهم عن الأبدية وعن السماء مسلمين ومسيحيين مم. كان بيتواصل مع الكل وكان محبوب ومقبول وتارك اثر عميق جدا يعني الرب كرمه في حياته القصيره وكرمه في مشهد وداعه وبيكرمه لغايه النهارده بالتاثيرات والنتائج والشباب اللي رجعوا والاسر اللي حصل فيها تغيير حقيقي رجع أزواج رجعوا للرب, رجع للرب. ما رجع وكانوا مم. أحيانا أزواج مختلفين مع بعضهم على وشك الانفصال أسر كانت هتنهار بعد الحادثة دي كل واحد حس أن الدنيا ما تستاهلش ورجعوا لبعض بكل محبة اللي كان عنده تجربة بيشتكي منها لما شاف المنظر ده وشاف الحادثة دي حس أن تجربته دي أخف بكتير فرجع يشكر الرب على تجربته مم. في الحقيقة يعني الرب مجد في حياته القصيره وكان شهاده عطره جدا اللي قالوه عنه الاساتذه قبل الطلبه المسلمين قبل المسيحيين البنات قبل الاولاد شيء يشرف ويرفع الراس فعلا ولغايه النهارده في نتائج حلوه بسمعها كل يوم ازاي الرب استخدم هذا الحدث على نطاق واسع جدا وصل بيه لكل العالم يا ما حوادث ويا ما شباب بس الرب قصد المره دي انه يستخدم هذا الحدث هو ما كانش قصده انه يحطم اسره مم. ولا انه يسحق يعني اشخاص اعطوا حياتهم لخدمه الرب، على العكس الرب كان ليه مشروع اعظم بكتير جدا وفي اللحظه اللي الرب خده فيها عنده خدنا احنا في حضنه مم. وشجعنا وعزانا وقوانا ولا يزال هو احنا بنفتخر جدا بالرب اللي صحيح. فيكم يا دكتور اللي قادرين تشهدوا عنه وعن صلاحه وعن امانته وقد ايه الرب استخدم الشيء المؤلم ده اللي المفروض يعني في الوقت ال... في الوضع الطبيعي يكسر اي اب اي ام ويحس انه خلاص يعني ما فيش رجاء حياتهم انتهت ده ابنهم لكن بنشكر ربنا جدا على الشهاده الرائعه دي ويعني اطلب من حضرتك طبعا حضرتك عارف الاحداث الصعبه والاليمه والمره اللي بنمر بيها في بلادنا في مصر وفي سوريا والعراق صحيح. وليبيا واماكن كثيره شباب كثير بيروحوا صحيح نقدر نقول ايه لاهاليهم اللي ممكن يكونوا بيسمعونا دلوقتي لكن ما عندهمش الرجاء الرائع اللي حضرتك بتتكلم بيه ما عندهمش شاب جميل بيرنم التريمه وعارف انه رايح السماء وده يمكن بدينا رجاء انه احنا نتقابل فعلا. مره ثانيه في السماء مع احبائنا نقول ايه للاسر دي نقول ايه للناس دي نقول ايه للابهات والامهات للشباب نقول لهم ايه اني اولادهم عطايا من الرب ليهم الحياة مش مضمونة بحادثة بحروب بأمراض ومن غير أي حاجة خالص العمر قصير جدا والحياة مش مضمونة الأبدية طويلة جدا ويريد كل أب وكل أم يهتموا جدا بأنهم يعرفوا أولادهم طريق الرب الطريق الوحيد للسماء من خلال الإيمان بالرب يسوع المسيح وصليبه حتى لو الرب سمح ان واحد فيهم يرحل عن هذا العالم بأي شكل في أي عمر لكن يبقى فيه سلام داخلي انه هو فعلا راح السماء ومتأكدين انه هو راح السماء مطمنين عليه انه وصل حيث الأمان حيث الراحة حيث السعادة وأننا هنتقابل تاني وهنشوفهم تاني لكن اللي بيموت بدون رجاء في الحقيقة دي مأساة كبيرة جدا فياريت كل اب وكل ام من اللي بيسمعونا ويشاهدونا النهارده، كل واحد يبص على اولاده مش بس انه بيعلمهم وبيصرف عليهم وبيوفر ليهم حياه كريمه هنا، لكن الاهم جدا انه دول لو جه المسيح وخد المؤمنين هيكونوا فين؟ أو لو انتهت الحياة طول الأبدية هيقضوها فين؟ فدي الرسالة اللي أرجو أنه كل واحد يتنبه ليها بشكل حقيقي جدا ومهم جدا لأن الموت حقيقة لا تنكر وعدو لا ينذر وقوة لا تقهر أمين يا دكتور بصل من كل قلب الرسالة دي توصل لكل قلب النهاردة بيسمعنا وياخد الموضوع جد انه حياتنا على الارض قصيره لكن مهم الابديه هقضيها فين ويمكن ده اللي هنتكلم عنه واحنا بنتكلم عن انواع الراحه انه آه الراحه أول راحة رب عايز ادهالنا في غفران خطايانا ونتكلم برضو أكتر عن إنه لينا رجاء في المسيح لكل نفس لسه ما تعرفتش على رب. آمين. مشكورة جدا يا دكتور عارفة المشاركة دي مش ربك. سهلة صحيح. على أب لكن أنا عارفة إن رب واحنا بنتكلم بيتلامس مع ملايين صحيح. الناس وبتلامس مع آلاف من الآباء والأمهات المجروحين أمين. ورب استخدم الرسالة دي فعلا أمين. تكون بلسم أمين. لكل نفوس متعبة ومجروحة ومكسورة وباكية يعني. آمين. آمين مين يا دكتور. لو هنتكلم في موضوع حلقتنا النهارده موضوع الرائع لحضرتك رب حط قصادك وانا اريحكم نعم. آه وطبعا واضح انه شخص رب يسوع المسيح له كل المجد هو اللي بيقول من ايه موجوده في كتابنا المقدس تعالوا الي يا جماعه المتعبين وثقيل الاحمال وانا اريحكم فما حدش يقدر يقول انا اريحكم غير الرب يسوع المسيح له كل المجد صحيح. وده اللي هنتكلم عنه ما هو مصدر التعب في حياه الجنس البشري وفي حياه الانسان مصدر الرئيسي والاساسي والجدر كل تعب وكل الم ما هو؟ اللي نتكلم عنه اكتر. مصدر المتاعب والمعاناه لكل الجنس البشري هي الخطيه. الخطيه. قبل دخول الخطيه لا نقرا عن تعب او معاناه او مشاكل ابدا. الرب عمل كل شيء حسن وخلق الانسان في اخر الخليقه عشان يكون تاج للخليقه، راس للخليقه. سلطوا على كل الخليقه اسعدوا ريحوا زي اب بيحب ابنه. عمل له كل شيء حسن على أحسن ما يكون غرس له الجنة يعيش فيها يعملها ويحفظها ما نقراش إنه كان تعبان في الشغل ولا إنه بيئن ومتذمر على شي بالعكس كان سعيد جدا في البدايات صنع له المعينة كان كل شيء على ما يرام وبعدين دخلت الخطئة فدخلت اللعنة وراءها ودخل الموت ودخل الموت ودخل التعب والحزن والدموع والعرق والانفصال عن الله الانسان فقد فقد علاقته بالله بسبب انه اهان الله جرح الله ما احترمهوش وما احترمش الوصيه لم يجعل له اعتبار ولا جعل للوصيه اللي اعطاها له اي اعتبار سمع كلام الشيطان وكذب الله الله قال له موتا تموت، الشيطان قال له مش هتموت، وهو انحاز لراي الشيطان، كان ده جارح جدا ومهين جدا لله. جلب اللعنه على نفسه، على الارض، على كل الجنس البشري. وتعاقبت بقى نتائج الخطيه كلها عبر السنين. الخطيه هي مصدر المتاعب. وزي ما في مصدر واحد للمتاعب كلها والمشاكل والمعاناه، الخليقه كلها بتأن وتتمخض <applause> معا. الغني بيئن وتعبان، الفقير بأنه تعبان. السليم بأنه تعبان والمريض بأنه تعبان. الشيخ بأنه تعبان والطفل بأنه تعبان. الخليقة غير العاقلة بتئن وتتمخض معا إلى الآن في مشكلة حقيقية في كارثة حصلت عندما دخلت الخطية وجلبت كل هذه الآثار ولغاية النهارده من وقت دخول الخطية الأرض مسلمة ليد الشرير اللي هو الشيطان رئيس هذا العالم وده مصدر كل المآسي في العالم الخليقة بتئن وتتمخض معا زي ما في مصدر للمتاعب هو الخطية في مصدر وحيد للراحة هو المسيح اللي نادى وقال أنا أريحكم كل جاء ليبشر المساكين ليعصب منكسر القلوب لينادي للمأسورين بالعتق وللمسبيين بالإطلاق ويكرز بسنة الرب المقبولة جه يخفف المعاناة يرفع المعاناة حتى في أيام جسده قبل ما يروح للصليب جاء يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس هو أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا احزاننا حملها اوجاعنا تحملها على مشاعره الرقيقه وهو يقول شوف واحد بيئن بيقترب منه يخفف عنه شايف ناس جعانين بيطعمهم منحنين بيقومهم مكسورين بيجبرهم باكين بيمسح دموعهم بيعزي كل النائحين مسح دمع السكيبه من عيون البسطاء نازعا عن حزن الحزانه زارعا فيهم عزاء غافرا كل الخطايا شافيا من فيه داء رافعا كل البلايا دافعا عن الشقاء عمل كل حاجة حلوة عشان يعيد البسمة للوجوه خدم وتعب هو تعب وأفنى قدرته عشان يريح التعبني نادى وجه نداء محبة رائع جدا وهو يفتح قلبه ويفتح حضنه ويمد يديه للجميع وهو بيقول لهم تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم أنا عارف أن أنتوا تعبانين وأنا حاسس بيكم وأنا جاي عشان أريحكم بس تعالوا هناك دعوة وهناك حرية للإنسان وبكل أسف أقول مشكلة الإنسان إنه رافض القلب اللي بيحبه بيدور عليه الإيد الحلوة اللي بتمتد ليه الدعوة والداعي العظيم اللي بيقدم هذه الدعوة يا حبيبي تعالى تعالى ببلاش تعالى ومش هتتعب تعالى ومش هتندم تعالى ومش هتخسر أنا بحبك أنا عشان أوصل لك الراحة الحقيقية لقلبك وضميرك الخطية ثقل على الضمير أنا عارف قد إيه الخطية بتسبب مرار أو حد يفكر من الأحباء المشاهدين أن الخطية متعة وأنه لو جه المسيح هيتحرم وبالتالي هو بيهرب عشان يعيش حياته في الحقيقة من يحب نفسه يهلكها الشر هو اللي هيتعب وده اللي قاله يا عبيص في صلاته وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. الشر بيسبب متاعب ومرار، الخطية عار ومرار ودمار في الحاضر وفي المستقبل. المسيح بيشفق على النفوس المتعبة اللي بتأن وترزح تحت ثقل الخطية. الإنسان تعبان من الخطية اللي عملها يقينا أنها بتلاحقه خاصة لو عمل مصايب كتير وعاش في شرور كتير ما يقدرش يقول ما عملتش لأن ضميره بيصرخ جواه لا أنت عملت وأجرة الخطية هي موت والله سيحضر كل عمل إلى الدينونة الخطية ثقل مش بس ليها نتائج أبدية دي ليها نتائج هنا كمان أنت مش عارف هترسى على إيه اللي أنت عملته ده الزرع والحصاد ده هيوديك لحد فين هو تعبان ومذعور ومضطرب جدا بسبب الخطية حتى لو مغلوب منها بس هو لما يختلي نفسه يعرف قد ايه هو تعبان فرح الفجر الى لحظه الكتاب بيعلمنا كده فرح الفجر الى يعني لحظه لحظه لكن بعد كده زي ما حضرتك قلت عقوباتها مر وعار و... وخزي ودمار وكل مزبوط. حاجه يعني فهو لو فاكر ان فرحان ده الوقت الفن وبعد كده بيرجع لنفس الفراغ وال... باسرع ما يكون باسرع ما يكون ويكتئب ولما ما يلاقيش حل ممكن ينتحر لأنه ضميره هايج عليه وتعبان وإحنا نفتكر يهوذا الإسخريوطي وهو بيصرخ ويرجع الفضة بعد ما باع المسيح ويقول أخطأت إسلمت دما بريئا لو راح للمسيح بدل ما يروح لرؤساء الكهنة وسجد عند قدميه وقال له سامحني أخطأت كان, هاي يعني كان قبله زي بو بطرس أنكروا وبعد كده بكى بكاء مرا ورجع يا والمسيح رد نفسه آه يا رجع بكل محبة بكل محبة أنا على استعداد أن أغفر بس تيجي وكانه يهوذا عاش مع المسيح سنين هذه عددها وما عرفش طبيعته انه غافر ومحب وشاف كذا حته الرب يسوع راحها والمرأة اللي امسكت في ذات الفعل اللي هم منكم بلا خطير مها اولا بحجر واللي جت في بيت سمعان وكسرت القاروره وقعدوا يقولوا دي خاطيه ولا بالزبط. يعلم رب لها يعني اذهبي ولا تخطئي ابدا يعني كذا ايفنت شاف فيه شاف الرب بيغفر فكانه عاش معاه وما عرفش طبيعته بكل اسف فكم حد فينا النهارده دكتور ممكن يكون عايش الحلم الممزقه دي وهو فاكر نفسه مع المسيح بس هو مش مع بيروح كنيسه بيصلي بيصوم بيتناول بي... بيعمل كل حاجه كويسه وعايز يكون كويس لكنه متقطع بقى متمزق بالزبط. ما بين ان هو فاكر مع المسيح لكن حياته مليانه الم وحزن بسبب الخطيه لكنه مش مع المسيح بالزبط. فنقول له النهارده انه حياه التدين دي مش, مش حياه مش استرح المسيح المسيح دفع حساب خطاياك على الصليب استرح يسوع قد تمم الامر انت بتسعى انك توصل لراحه الضمير وتحس ان خطاياك اتغفرت بس مش باعمالك مش بمجهوداتك مش بتدينك مش باي ممارسات لكن تعال زي ما انت واعترف باخطائك من يكتم خطايا لا ينجح من يقر بها ويتركها يرحم وكل الخطاة اللي راحوا للمسيح من غير ما يعملوا ولا حاجة بس جوله يعني يحضرني المرأة الخطية بتاعت لوقا سبعة اللي راحت للمسيح في بيت سمعان الفريسي وما اتكلمتش هي سيئة السمعة البلد كلها تعرفها إن الست دي شريرة وعايشة في الخطية وعايشة في الشر والنجاسة وهي ما بتقولش لأ هي عارفة إن أنا فعلا أنا عشت في الخطيه بس انا تعبت جدا من هذا المسار وانا سمعته بينادي وبيقول تعالوا الي وانا اريحك انا جياله هو فين مش مهم هو فين انا مش رايحة لسمعان انا مضطر ادخل البيت ده رغم انه اعرف الراجل ده مش هيرحب بيا بس انا مش هبص عليه وهي فرصه كم تستحق الاغتنام لالا ما طلوش تاني يمكن سمعان نفسه ما كانش مستحمل وجودها في البيت كانش. يعني ازاي دي جدا كانها و... نجست البيت ايوه بس هي بقى يعني اغتنمت الفرصه وراحت له حيث هو. انت ناديت وقلت تعالوا الي يا جميعا انا واحده من هؤلاء المتعبين وانا جايه لك. جت من وراه عند رجليه باكيه ما نطقتش بس الرب عارف الدموع بتتكلم القلب المكسور عارف انها تايبه من كل قلبها دموع التوبه بكل صدق واخلاص وعشان كده الرب قبلها ورب رحب بيها ورب سابها قال لها ايه يا دكتور؟ قال لها غفر مغفورة لك خطاياك اذهبي بسلام وغفرت خطاياها الكثيرة الكثيرة لانها احبت كثيرا احبت الرب كثيرا بالظبط هو ده فعلا فلو واحد النهارده حاسس ان خطايا كبيره قوي انا لازم انظف نفسي كده عشان اروح لربنا يقبلني ما ينفعش اروح له زي ما انا ده شيء م. مخجل ده ما ينفعش غير ان اروح له زي ما انا وهو هيقبلني زي ما انا وبعد كده هو هيغيرني هي الست دي بعد ما طلعت من محضره تفتكر رجعت تاني لنفس الشرور اللي كانت عايشة فيها مم. إطلاقا سلوكي تغير شكل جديد هو ذا الكل قد صار جديدا غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا لما حست بحجم خطاياها المهول في ضوء قدسته بكت بمرارة ولما حست أنه هو بيقبل الخطاه الوحشين ومش بيرفض ما سمعهاش ولا كلمة تجريح ولا توبيخ ولا لوم ولا عتاب ولا كلمها عن الزرع والحصاد ولا رفضها لكن كان في منتهى الرئة معاها والحب الغافر الساتر. عارفة لما حست فيه بكده أنت بتقبل الوحشين، أنت بتقبل واحدة زيي إني أنا ألمسك. هي بكت وغسلت رجليه بدمعها ومسحتهما بشعر رأسها. لكن عملت حاجه تانيه لم تكف عن تقبيل قدميه انا وحشه جدا بس انت حلو جدا وبتقبل الوحشين شكرا ودي الرساله يمكن ما نقدرش نتكلم عن اي نوع تاني من انواع الراحه دكتور غير لما اكون نتكلم عن الراحه دي دي اساس كل راحه تانية احنا عنها في حلقتنا وده كتبه. this is everything يعني ان انا اقبل غفران المسيح واعيش له حياه طاهره ونقيه واستفاد من عمل الرب يسوع الصليب لاجلي له كل المجد ده الاساس لكل راحه تانية ممكن بالزبط. اختبرها في حياتي بالتمام yeah. النتائج الخطيه بتتضمن معاناه يعني كل الامراض اللي حوالينا سببها الخطيه بشكل او اخر فبرضه واحده نازفه الدم عندها نزيف لمده 12 سنه راحت للاطباء ما ارتحتش انفقت كل معيشتها ما ارتحتش صارت الى حال اردا دورت عليه هو ده الطبيب الشافي هو ده اللي اروح له انا في حاجه شديده اليه هو مش هيرفضني المرض اللي عندها بحكم الشريعه اليهوديه نجاسه والنجس ما ينفعش يلمس الطاهر لانه هينجسه yes. فهي خايفه ومرعوبه وبتدور على المسيح وسط زحمه ناس محدش يعرفها لانه ما هو شيء ظاهر لكن شيء خفي بس فضلت تقرب 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 لغايه ما نجحت انها تيجي من وراه وتلمس هدبه حب. ثوبه بايمان وهي بتقول لو مسست ثيابه شفيت ولمست بإيمان يقول الكتاب للوقت جف ينبوع دمها وعلمت في جسمها أنها قد برئت من الداء جت تمشي بس ربنا ده وقال من لمس ثيابي وحس وسط الزحمة دي بطرس قال له يا معلم كانوا رايحين يشفوا ابنة ييروس والموقف حرج جدا البنت على آخر نسم ومش وقته أن من لمس ثيابك الجمع يزحمك الناس كلها بتلمسك قال له لا حبيبي انا مش بتكلم عن كده لكن انا حاسس بقوه خرجت مني في واحده انا عايز اشوفها وعايز اسمع منها جت وكانت خايفه بس رب حب يطمنها وياكد ليها ايمانك قد شفاكي اذهبي بسلام وكوني صحيحه من دائك كل اللي جوله باي نوع من المتاعب ولغايه النهارده كل واحد تعبان من اي حاجه من نتائج الخطيه من الخطيه نفسها الخطيه اللي عملها الخطيه اللي فيه الخطيه اللي حواليه كل دي صور من المعاناه كل واحد بيجيله بيستريح المسيح بيشيل عنه حمله وخلينا اقول لك المسيح حمل كل خطايانا في جسده على الخشبه أثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل أثقل مما أحتمل شال خطاياي كلها وخطاياك وخطايا كل مؤمن حقيقي رجع للرب حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة دفع ثمنها فوق الصليب عشان يقدم لنا الراحة المجانية أتمنى أن كل نفس بتسمع وبتشاهد يا حبيبي اللي تعيش تعبان وتموت تعبان وترفض القلب الحنين الرقيق اللي بيدور عليك اللي بيدعوك المسيح في أمثال واحد بيقول دعوت فأبيتم ومددت يدي وليس من يبالي, من يبالي. ما ترفضش الدعوة وما ترفضش الداعي لأنك أنت اللي خسران في الآخر اتمنى ان هذه الرساله توصل لكل قلب بس امين يا دكتور امين ناخد ترنيمه ونرجع نكمل امين امين لكل نفس تسمعنا ورب بتلامس مع قلبك وبتلامس معاك وزي ما دكتور محب قال على المراه نزيفة الدم مهما كان نوع النزيف الاستنزاف اللي في حياتك من الخطية من مشاكل من الام الرب النهارده عايز يوقف هذا النزيف وعايز يوقف هذا الاستنزاف اللي ابليس عايز يقضي بيه على صحتك وعلى عيلتك وعلى نفسيتك وعلى عمرك كله فعشان كده تعال صلي معانا واسمع معانا الترنيمه دي واحنا بنقول يا متعب القلب تعال امكث معي حتى تنقل نسمع الترنيمه ونرجع لكم تاني الملقى. أدعوك فاسمع واهدني للخير يا لن تجد الراحة إلا في شخص رب يسوع المسيح له كل المجد مخلصنا وفدينا اللي احنا كنا نتكلم عنه قبل الترنيمة ديت. برحب بكم مرة تانية أحب أنا والترنيمة الرائعة يا متعب القلب تعال أمكث معي حتى تنال هيا في قرب المنال الخير في يسوع ده إلهنا اللي احنا بنؤمن به اللي احنا بننادي عنه اللي احنا بنتكلم عنه اللي رجاء في الأرض وفي الأبدية اللي غفر خطايانا وبيشفي نفسيتنا وبيمشي معانا الرحله احنا مش لوحدنا وهو عنده راحه لينا لو انت مش عارف هو مين ده هو مين يسوع المسيح ده هو مين آه اللي بيتكلموا عنه روحه بيك تتصل بينا وفي فريق في التليفون يرد عليك ويجاوب على اسئلتك ادخل على الويب سايت إيه اسمع الكتاب المقدس مقروء ومسموع ودور على الاله اللي ممكن يديك راحه لو انت لسه بتسمع عنه لاول مره مره ثانيه برحب بضيف حلقتنا آه رجل الله الفاضل دكتور محب نصيف نرحب بك بيك مره ثانيه يا دكتور مشكورك جدا لوجودك معانا ربنا يباركك يا أخي يمكن قبل الفاصل اتكلمنا عن اول واهم واساس كل راح راحه الدمير راحه الضمير راحه انه انا اخد ضمان الابديه وغفران خطاياي من شخص رب يسوع المسيح له كل المجد ونكمل فأنواع الراحه الاخرى اللي اساسها قلناه قبل الترنيمه yeah. عشان ده يكون اساس حلقتنا كلها يا دكتور امين في الراحه الثانيه برضو استكمال لنفس الحديث اللي الرب كان بيتكلم بيه بعد ما قال لهم تعالوا الي يا جميع المتعبين وثقيل الاحمال وانا اريحكم قال لهم احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحه لنفوسكم لان نيري هين وحملي خفيف الراحه دي بقى هي راحه الخضوع والتقبل لمشيئه الله في حياتنا. المسيح نفسه عاش كانسان على الارض خاضع طائع لكل ما رتبته له مشيئه الله. يعني من اول ما اتولد على الارض الاب السماوي كان راسم خط سير لابنه الوحيد لما هيجي انسان على الارض. وكنا نتوقع طبعا هو مين اغلى من الابن؟ مين اغلى عند الاب من الابن الوحيد الحبيب اللي في حضنه اللي رضي يجي الى الارض علشان يصنع الفداء والكفاره ويصالح الانسان مع الله ويحقق المشروع الازلي لله يعني كنا نتوقع ان طريقه على الارض الاب يرسم له احلى طريق احلى مسار يعيش في مستوى راقي جدا تخلو هذه الحياة القصيرة على الأرض من أي صورة من صور المعاناة أو الحرمان. لكن أنا أتعجب من كيف عاش المسيح على الأرض ومن الذي رسم هذا المسار؟ الأب اللي بيحب الابن. يتولد في مزود ملوش مكان في أي بيت ولا في الفندق. اتولد في مزود مكان مش آدمي وهو رضي وتقبل اتربى فقير في أسرة فقيرة جدا لما جم يقدموا ذبيحة وهو سنه أربعين يوم المطوبة القديسة مريم يقول عنها كتاب لم تنل يدها سوى زوج حمام أو فرخية ما ودي كانت تقدمة الفقير في إسرائيل رايحين بالهيكل واخدين معهم زوج حمام يقدموه محرقة باعتباره فاتح رحم لما كملت أيام تطير المطابقة مريم بعد 40 يوم لكن السماء لم تفرح باي تقدمه قدمت عن اي ابن بكر فاتح رحم بس لما فرحت بزوج الحمام دوى لان الشخص ده شخص غالي جدا في نظر السماء بس عاش في امكانيات بسيطه جدا فقيره جدا تعرض لمحاوله قتل في الطفوله المبكره من هيرودس هرب الى ارض مصر بس ما كانش زعلان انه بيجرى فيه كل ده وهو رب المجد مش بيحظى بحماية معجزية يعني هيرودس مزمع أن يطلب الصبي اللي يقتله الملاك يظهر ليوسف يقول له خده وهرب طب ما تموت هيرودس أسهل ما تشحططنا إحنا ونهرب إلى أرض مصر مش أسهل عليك أنك تبعت ملاك بدل ما الملاك راح ليوسف الملك يقصف رقبة هيرودس الشرير الدموي ده لا هيرودس هيعمل مذبحة وتتم نبوة في إرمية بس العناية بتترفق وهو يقول له جعلتني مطمئنا على ثديي امي بيتقبل رجع الى الناصره بعد ما مات هيرودس اشتغل 30 سنه في الناصره نجار فقير مش مشهور الناس كلها تقول عنه ابن النجار ابن النجار وهو مش ابن النجار ولا مره اعترض ولا مره اتذمر على هذه الحياه اتحرم من حاجات كثيره قوي في حياته بس كان يتقبل لما ساب ادوات النجاره في المعمودية سمتت فتح والأب يعلن هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت ومع ذلك يقعد 40 يوم بعديها مفيش فيش رغيف عيش واحد لدرجة الشيطان يقول له يعني إزاي تبقى أنت ابنه الحبيب اللي هو فرحان بيك وبيصر بيك ويسيبك جعان 40 يوم قل أن تصير هذه الحجارة خبزة وكان بمقدوره أنه يعمل كده ولا مرة لا بالليل ولا بالنهار وهو جعان ما سمعتش ولا حاجة يستقل عن الأب الأب مش عايز كده مشيئته ان انا اجوع الفتره دي اتس اوكي انني راضٍ وشاكر لانه لو, لو اساء استخدام السلطان الالهي اللي هو معاك ابن الله حضرتك قلت هيكسر العلاقه هيكسر بالزبط. الخطه هيخرج عن المشيئه الإلهية هو لا يمكن ها. يعمل كده طعامي ان افعل مش ان اكل أفعل. ان افعل مشيئه الذي ارسلني واتمم عمله ده انا بسرور ان افعل مشيئتك يا إلهي. الهي سررت وشريعتك في وسط أحشائي اتظلم اتجرح اتهان ولا أن ولا اعترض ولا تزمر في أي يوم كان يبيت في الجبل الذي يدعى جبل الزيتون يقول للثعالب أو جرى لطيور السماء أو كار أما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه عاش نمط حياة غريب جدا جدا عن أي إنسان عاش بلا مأوى ولا عنوان عاش بلا نقود عاش بلا ممتلكات ولا مره واحده اتذمر او اعترض خاضع طائع لما خدم وتعب وعمل كل الخير وقفنا قدرته في خدمه الاخرين ومش عايز منهم حاجه رفضوا وجرحوه وطردوه من مدنهم طلبوا اليه ان يمضي من تخمهم وان يذهب عنهم قد ايه الرفض جارح لما مدن رفضته رفع عيني نحو السماء وقال له احمدك احمدك لان هكذا صارت المسره امامك. كان مثال رائع في تقبل المشيب في بستانجا السيماني يصلي للآب ويقول له يا ابت قدام هول الصليب، قدام الدينونه الرهيبه، قدام عار الخطايا اللي هيحمله، قدام يعني مشهد الصليب بكل رهبته قال له يا ابتاه ان امكن ان تجيز عني هذه الكاس ولكن لتكن لا ارادتي بل ارادتك وكانت مشيئه الاب واراده الاب انك لازم يا حبيبي تشرب, تشرب الكأس هذه الكاس الأخر. وتحمل آه الدينونه عنها والا ولا, ولا واحد من اللي انت بتحبهم دول وعايزهم يوصلوا السماء ولا واحد هيوصل السماء لازم انت تموت عشان هم ينالوا الحياه الابديه عارفه مباشره بعد الصلوه دي يقول الكأس التي اعطاني الأب... الا أشربه أنا عايز اقول بقى احنا الله رسم لكل واحد فينا طريق وخط سير وبحكمه اتقن ورسم هذا المسار لكل واحد وكل واحده بس انا في نفس الوقت جوايا اراده رغبات مشاعر انا نفسي في حاجات انا بحب حاجات انا عايز كذا بس إرادة الله قد لا تكون زي اللي أنا عايزه ونفسي فيه. إرادتي الذاتية بترفض إرادة الله، وبالتالي أنا تعبان ومتمرر. مش قادر أتقبل اللي هو بيعمله معايا أو اللي بيسمح بيه لي وأفضل يعني أقول لماذا يا رب؟ وأنا مش قادر أخضع، مش قادر أصبر، مش قادر أستحمل أستحمل آه لما أوصل إلى حالة من الخضوع وأقول له لتكن لا إرادتي بل إرادتك هو ده أحمل نيري عليكم فتجدوا راحة لنفوسكم أديها أختبر أن هذه المشي أنا ما كنتش فاهمها يا رب أنا كنت زعلان منك وصعبان علي منك لأني مش قادر أفهم كويس أنا نفسي في حاجة أنت بتسمح بحاجة غيرها فأنا معترض لما شوية شوية بس اهدى مع نفسي واقول الرب ده صالح الرب ما بيغلطش اكيد ان الرب ليه قصد احسن بكتير من اللي انا بفكر فيه عندما اصل الى هذه النتيجه وأقوله مع المرنم اديني يعني عن انت شوفك وتصدق بالايمان انه ما فيش امر بيفوتك وفي ايدك السلطان يا حبيبي ساعدني اشكر اسلم واستريح واخضع لك ربي واصبر وانت حكمك صحيح اخضع واصبر للحكم الصحيح اللي هو مش بيغلط ابدا هاجد راحه لنفسي اسمي صعب نصلي كل نفس النهارده مكسوره تقدر تستمتع بالقبول والخضوع ده يا دكتور امين ده اللي هيدي شفاء القبول والخضوع لمشيئه الله يعني امين في الامور دي انه صعب علينا جدا وقت التجربه والالم زي ما حضرتك قلت لي يا رب واشمعنى انا وازاي انا اللي بكتسف كده بيبقى صعب علينا قوي التقبل والاحساس بحس اني اتظلمت وربنا سايبني واشمعنى انا مشاعر مؤلمه جدا ودموعنا بتبقى نازله ما بيبقاش سهل علينا نوصل للكونكلوجن دوت اول ما نمر التجربه يعني ما بنقدرش ساعتها في لحظتها يعني نقول في ساعتها اشكرك يا رب ده للخير انت اكيد لا بنبكي ونتجرح طبيعي ونتألم يعني. طب يعني. ونزعل لكن هو مش بيزعل مننا وبيصبر علينا وبيفهمنا ويتحملنا بالضبط بالظبط كده النوع الثالث من الراحه اسميه راحه الارشاد الالهي والنور الالهي والقياده الالهيه وده الاقيه في سفر الخروج ثلاثة 33 عدد 14 لما الرب قال لموسى وجهي يسير فأريحك راحة الإرشاد الإلهي موسى مسك في الرب وقال له إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا منها هنا إحنا عند مفترق طرق إحنا لم نعبر هذا الطريق من قبل إحنا محتاجين نورك يهدي خطواتنا وأقدمنا أمشي صح اللي بيبحث على فكرة عن هذا النور هو الشخص الناضج اللي خايف يغلط خايف يعمل حاجة ما تكونش هي اللي الرب عايز خايف من نفسه فبيتحسس الطريق ورافع عينه على الرب وبيسترجي نور من عند الرب قيادة من الرب أقول له امسك يدي وقدني أنا مش عايز اخد قرار يطلع غلط لان ده هياثر عليا وعلى مستقبلي، هياثر على اسرتي، هياثر على كل اللي حواليا فمن فضلك لو انت شايف غير كده نور السكه قدامي امسك يدي وقدني كما تشاء ولما الرب في نعمته ينور السكه فعلا ويديني ارشاد واضح وانا متحير عند مفترق الطرق، مش عارف امشي كده ولا كده اسافر ولا ما سافرش ههاجر ولا ما هاجرش؟ أدخل الكلية دي ولا ما أدخلش ارتبط بالزوجة دي ولا مش هي دي قرارات مصيرية في حياتنا الشخص المخلص والبسيط والباحث عن إرادة الله في حياته خايف يغلط فبيطلب الإرشاد والرب يصرب إنه يعلن فكره لينا هو مش بيتوهنا ولا بيعذبنا أعلمك أرشدك الطريق التي تسلكها أنصحك بعيني التي عليك بس ده يتطلب ان نكون قريبين من الرب بفهم ازاي بيتكلم معايا ازاي بيحط جوايا مشاعر راحه وسلام وفرح وتقبل للحاجه اللي هو عايز نمشي فيها او العكس ان انا منزعج مش مستريح مش حاسس بسلام مش قادر اتقبل الحاجه دي واللي حواليا برضو نفس الشيء كان الرب بيقول لي حبيبي مش هيدي السكه تسمع صوتا من خلفك يقول لك هذه هي الطريق اسلكوا فيه وتحس بالامان اني اكون معاك انا معاك انا همسك ايدك انا مش هسيبك انا هصحح مسارك حتى لو اتلخبطت شوي وجهي يسير فاريحك او كمان لما ابقى الرب عمل حاجه وانا ما مش قادر افهم ليه ما عنديش نور لما هو يوصل لي نور لا تتخيلي الامر ده بيريح ازاي. الحاجه اللي انا كنت فاهمها غلط لا الرب صحح الفكر وصحح المفهوم وعرفت انه لا هو ما كانش يقصد انه يحطم يسحق يسبب خساره بالعكس ده هو صالح ومحسن بطول العمر ما بيدي الا الخير مهما المشهد ظلام عنده الحكمه في امتى وليه حتى لو انا ما فهمتوش بس النهارده هو لمع حاجه قدامي سمح ان انا افهم حاجه اكتشف حاجه يبعت لي صوت من هنا صوت من هنا عرفني حاجه ما كانتش في فكري بس اول ما عرفتها ارتحت ان يا رب قد انت رائع كلها بحكمه صنع, صنع. ما اعظم اعمالك يا رب تخطيطك رائع لحياتنا ولا يمكن ابدا تغلط من كل كلامك الصالح مش ممكن كلمه هتسقط عارف انت بتعمل ايه وعندك الحكمه في امتى وليه تفاصيل العمر عندك وحاسبها بالاتقان مش حاجه بتخر ماسك الزمام كل حاجه تحت اشرافك تحت تحكمك تحت سيطرتك لما بيفهمني ليه عمل بشكل او اخر ده بيديني راحه عميقة جدا في قلبي وأنا متحير أو عندي تساؤلات أو عند مفترق طرق أعلمك وأرشدك الطريقة التي تسلكها أنصحك عيني عليك ده وعده لنا كلنا تمام. في كل خطوة عايزين أرشاده وعايزين ما شئت وطالبين وجهه فيها أمين م. أمين حتى لو غلطت وخدت قرار غلط بس أنا شخص بسيط وباحث عن فكره هيصر بان هو يعلن فكره ويصحح لي المسار بس انا لازم اكون فليكسيبل مرن في اني على استعداد مش عشان قلت لازم اكمل لا انت كشفت لي لا ارادتي بل ارادتك نفس فكره الخضوع قلبي رهين كلمتك وجهني منين ما تريد انا مشتاق في سكتك صوتك في حياتي يزيد واعيش لك وأنا شايفك ببساطة عين عارفاك أعيش لك وأنا خايفك بقداسة ناس عايزاك أتحرك وأنا شايفك ببساطة عين عارفاك وأعيش لك وأنا خايفك بقداسة ناس عايز أنا مش مستغني عنك مش مفرط فيك لا أنا عايز أعيش عشان أرضيك أيامي على الأرض ظل عايز أعيشها بأمانة ليك ما طلعش بره الاطار اللي انت عايزه ليا لان انا لو فرطت فيه يبقى انا فرطت في كل حاجه انا الخسران انا هتعب جدا وانا مش حاسس ان هو موافق على السكه دي لما ينور السكه قدامي بوضوح ويأكد هالي بكذا طريقه يقينا انا هكون مستريح جدا وانا ماشي فيها وحاسس بالامان حتى لو واجهت صعوبات على فكره هبقى حاسس بامان وراحه يعني يوسف واجه الام ما كانش الطريق ناعم بس كان في مشيئه الله عشان كده كان مستريح جدا وهو بيواجه الظروف المعاكسه بالظبط يقول هنا لم افعل شيئا حتى وضعوني في السجن اه انا في السجن بس انا مم. مش نتيجه اخطائي لا انا عارف ان انا ما عملتش حاجه يا رب مش بيعاقبني فرماني في السجن لكن انت ليك قصد في حياتي ليا ضامن انه يكمل انت راسم ليا سكه وخطه صالحه مش هتفشل فلو أنا كملت في المشيئة أنا ضامن السكة أنا ضامن الإرشاد ضامن الحماية الإلهية لكن لو أنا اخترت سكّة تاني تحت ضغط تحت احتياج تحت ألم حوت عن الرب وخدت سكة تاني وغلطت بقى يعني آه. مش زي يوسف بقى الرب, اخترت مش هيسيبني. غلط وغلط. الرب مش هيسيبني لكن هيصحح مصاري بأقل قدر من الخسائر هيرجعني بس أنا كمان لازم أكون مرن واقول له اوكي انا فهمت الدرس درسا للزمن انا فعلا مشيت في سكه غلط بقصد او بغير قصد لكن اشكرك لانك بتحط الحواشات الالهيه اعمال العنايه العائقه اللي بتقفل الطريق الغلط عشان ما كملش فيه وبترجعني تاني عشان ارجع لمشيئتك مره تاني اشكرك لان انا كده حاسس براحه تامه انك رجعتني تستعيد النفس للحضن الحبيبي كيما اسعد معك سيدي ما اروعك فهو مش هي مش هيتخلى عني لو انا غلطت لكن هل ممكن يكون في نتائج لغلطات كبيره وقرارات يعني مصريه ممكن اخدها وانا وبعيد عن الرب ومعزل منه او ان انا بعدت سبت الرب بعد ما كنت مؤمن وبخدمه وعايش للرب بعدت عن الرب وسبته وخدت قرارات هل ليها تبعات هل ليها نتائج هل ليها تمام بالتاكيد تمن؟ على قد ما انا مشيت مشوار طويل بعيد في سكه غلط زرعت هحصد في زرع وفي حصاد بس مش الزرع ان انا فلتت مني حاجه او غلطت غلطه عفويه لكن مشيت في سكه غلط لفتره طويله واصريت على السكه الغلط حتما هيبقى في قرار يعني طمع. كلفه وثمن زي آلي مالك ونعمي اللي خدوا قرار انهم يروحوا بلاد مؤاب هربا من الجوع خدوا قرار هجره وكان غلط مات الراجل وماتوا الولدين وتركت المراه من ابنيها ومن رجلها ورجعت بنفس مره بعد رحله طويله من الخساير والمعاناه انا ممكن اقصر المشوار مفيش داعي ان انا اقعد عشر سنين في الغلط الست دي قعدت عشر سنين في الغلط وفي الاخر رجعت بس انا لو كنت لماح وفطن لخط سير المعاملات اللي هفهم على طول ان الرب مش عايزني هنا الرب عايزني هنا هقول له اوكي حاضر اللي انت عايزه مش اللي انا عاوزه امين امين يا دكتور مصلي الدرس ده يوصل لنا كده واحنا أمين. بنسمع برنامج جميل زي دوت وربنا بيتكلم لينا بدل ما يوصل لنا بطريقه مؤلمه او بطريقه تجرحنا عشان اختارنا بعد عن الرب واختارنا نمشي في سكه مش سكته امين 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 اللي بعد كده اللي الرب عايز يديها لكل واحد فينا النهارده وهي نوع مهم جدا <applause> احنا كمؤمنين عايشين في العالم الحياه بتطحن الحياه صعبه حوالينا المتنفس لينا كلنا ان يكون ليا وقت اهدي فيه نفسي قدام الرب راحة الخلوة مع الرب والجلوس مع الرب. سواء أنا لوحدي في البيت الكوايت تايم بتاعي الخلوة اللي بقعد فيها مع الرب بهدي نفسي قدام الرب بتكلم مع الرب بفض الشحنات اللي جوايا والمتاعب والهموم والأحزان بحطها قدام الرب بستقبل عبير السماء وبستنشق يعني هواء نقي وأنا قاعد مع الرب بيجدد قوتي بينعش روحي بيريحني وانا قاعد معاه او حتى لما بحضر اجتماع وبتقابل مع الرب وبشوف الرب بالايمان والرب بيتكلم معايا وبيلمسني وبيشفيني وبيشجعني بطلع من محضره وانا مستريح جدا عشان كده الرب في مرقص 6 31 اشفق على التلاميذ وسط زحمه الحياه والناس الكتير والهموم والضغوط الكتير والمشاكل الكتير قال لهم أما أنتم فتعالوا منفردين إلى موضع خلاء واستريحوا مريحو. قليلا تعالوا يا حبيبي بعيد عن المشاكل بعيد عن المشغوليات ولو قليلا ما يعني اندر بريشر ان الحياه ضغطانه انا وقت كتير ان انا اطلع على الجبل مع الرب مش كتير بس لازم يبقى في وقت في اختلي مع الرب في اهد نفسي قدام الرب تحت ظلك حبيبي اشتهي ان اجلس حيثما كل ابتهاجي حيثما انسى الأسم انت بتنسيني بتعزيني بتوسيني وانا قاعد معاك انت بتشجعني انت بترفعني يقينا لما بقعد مع الرب الرب بيوصل راحه الى قلبي وسط عن المسير وسط هموم وأحزان وضغوط الحياة المختلفة لو اتحرمت يوم من الحكاية دي مش مفروض أطبق تاني يوم ده في ترنيمة بتقول إذ لا أرى وجه الحبيب النور عندي كالظلام وكمان مرنم ثاني بيقول إن لا أراك يوما فكم يبدو كئيب فكن بقربي دوما أبقى دوما سعيد ما أقدرش أستغنى عنك وما أقدرش أعيش بدونك يوم ورا يوم ورا يوم لا بشوفك، لا بتقابل معاك، لا بسمع صوتك، أنت مش بتكلمني ولا أنا باجي أتقابل معاك، الحياة واخداني دوامة سري... رتم سريع جدا يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم, يوم بنشف بنشف وبكتئب لكن لازم أقطع السايكل دي وأجي قدامه وانفرد معاه مش لما أفضى لكن أنا هخطف الوقت وهقعد مع الرب والاقي الراحه فعلا بقربك الاقي الراحه فيك بلاقي نجاتي وفي قربك الاقي الراحه بين يديك الحانيه وضعت راسي في سلام ان اثقلت راسي الهموم او ان بدت شقاوتي مش اقعد انا في دوامه المشاكل لكن اجري اليك ارتمي فحضنك وساداتي انا برتاح على صدرك والدف بالحنان ترويني من نهرك راحة وفرحة وأمان فراحتي يا رب حقا أن لي فيك مكان واثق لا أنسى منك مهما ضاق بي الزمان أنا فعلا بستريح وبهدى وبأشفى رب بينسيني بيعزيني بيشجعني بيشفيني فيك نفسي تستريح راحتي بين يديك أمين هل اقدر اسال يا دكتور قبل ما ناخد مكالمه استنانة من انجلترا هقدر اسال انه بسبب ان احنا مش نقعد قصاد رب كل يوم حضرتك ذكرت حاجات مهمه جدا بيجيلنا اكتئاب وحزن والم مش بنقدر نتغلب على المصاعب الحياه صعبه يعني جداً. احنا متفقين الحياه صعبه جدا ومفاجاتها صعبه ومقاسيها صعبه الحياه صعبه في امريكا وفي كندا وفي مصر وفي اوروبا في كل حته ما فيش حاجه اسمها هاجر ارتاح لكن عن الخبره كل كل حته مولود الانسان مولود المرأة قليل آه، الايام قليل وشبعان تعب, تعب. فالحياة فيها تعب لو انا بقى اتحرمت من الخلوة دي انا براكم يعني حضرتك قلت بلاقي بنشف بمعنى اصح براكم بقى الرصيد هل اقدر اقول مشاكل كتير في حياتنا كمؤمنين في بيوتنا في كنيسنا هتتحل لو لينا علاقة حميمة ويومية وخاصة مع الرب بشكل يومي هل اقدر اقول كده؟ بكل كدا؟ تأكيد بكل تأكيد ده الحل الوحيد ليا وانا متعب ومثقل بدال ما احتضن المشكله انا لوحدي وافضل يعني الف في هذا الفلك العقيم وانا لوحدي الرب مش عايز ان انا اشيل الشيله دي لوحدي الرب ايده معايا بترفعني يلي ايديك دايما رفعاني انا ضعيف وانا اصغر من مواجهه الاحمال دي والمشاكل دي في حاجات اكبر من طاقتي بكتير جدا فحلو ان انا اروح له هو وهو يدعمني ويسندني ويرفعني ويريحني، يقول حبيبي ليه تشيل الشيله؟ انت كلك متشال، عارفه الراعي اللي شايل الخروف؟ الخروف الصغير. ما هو الرب بذراعه يجمع الحملان في حضنه يحمله. يحملها تخيلي لو الخروف ده اللي متشال على كتفي الراعي ومتشال في حضن الراعي، والراعي بيضمه وفرحان بيه وبيحبه قوي. يلاقيه انه شايل هموم كتيره جدا. وداخل في دوامه اكتئاب كتيره جدا يقولوا مالك يا حبيبي مالك يا حبيبي انت شايل الدنيا على راسك ليه يا حبيبي انت شايل ولا انت متشال اذا كنت انا شايلك انت كلك وشايل احمالك ملقينا كل همكم عليه لانه هو يعتني بكم بسيب كل مشاكلي انا فعلا مش هعرف اعمل فيها حاجه لا اقدر على الكبيره ولا اقدر على الصغير وهو على استعداد انه يشيل عني احمالي ويريحني باستمرار بس اجيله له وقت واجي معاه ادخل مخدعك اغلق بابك صلي يعني اقفل على المشاكل بره تعالى اطرح الحمل عليه وهو هيريحك امين دكتور امين ناخد مكالمه نعم. معنا الاخت نهال من انجلترا حضرتك على الهوا اهلا بيكي اتفضلي اهلا بيكي يا انا بشكرك جدا على البرنامج الرائع وبشكر الدكتور محب على الطرح الرائع بتاع يعني كل, كل كلامه معضد بكلام الكتاب وكمان كلمات الترنيم فحضرتك منسوح مسحه معينه بكلمات ترانيم ذاكره فولاذيه فربنا يباركك امين آه ربنا قلت بخصوص موضوع النهارده انا اريحكم آه طبعا مولود الايام شبعان تعب زي حضرتك تقدمت وقلت كل واحد مننا عنده نوع من تعب معين سواء تعب جسدي تعب روحي حتى تعب في الخدمه فيعني حضرتك قلت ان الرب يسوع هو الوحيد اللي بيحاوط المؤمن بايديه طيب دلوقتي أنا عندي تساؤل آه نفسي حضرتك تلقي الضوء عليه، لما أنا بيكون عندي مشكلة أو تعب من نوع معين ببقى محتاجة معجزة من إيد الرب، والمعجزة ديت دي الرب آه يسوع في حتة من الكتاب المقدس بيقول لم يقدر أن يصنع ولا معجزة لعدم إيمانهم، وفي حتة ثانية بلاقي إنه الرب يسوع بيشفي ناس حتى ما تعرفوش وما سمعتش عنه زي مجنون كورة الجدريين مثلا أو زي المولود أعمى إن هو جم قالوله له أنت تعرف الشخص ده قال لا ما أعرفش أي حاجة غير إني كنت أعمى والآن أبصر فإيه حد إيه الرب يسوع إيديه تحاوتني وتحل مشاكلي وتعمل المعجزة وتنتشلني من الأتعاب لمين؟ يعني لو انا ما عنديش ايمان هل الله ممكن يتعامل بي عن طريق يسوع المسيح ويشفي تعب عندي ويحل المشكله ولا لو انا سمعت عنه بس ما امنتش بيه برضه يعمل لي معجزه ولا احسن لي ان انا ما اسمعش عشان يعمل لي معجزه يا رب اكون وضحت السؤال السؤال واضح والسؤال وجيه جدا وانا بحترم حضرتك من اجل السؤال الحلو دوة وده اكيد هيفيد مشاهدين كثيرين معظم الرب يسوع عمل معاهم معجزات كانوا غير مؤمنين قبلا والرب استخدم هذه المعجزه انهم عرفوا وحياتهم اتغيرت احنا بقى كمؤمنين احنا بنعرفه وهو ليه تعاملات خاصه بيدرب الايمان بتاعنا وعايزنا نيجي بثقه وبايمان ونمسك فيه واحيانا لو ما اتحلتش المشكله بسرعه او لو ما تدخلش بشكل معجزي مش كل حاجه بتتعمل بسرعه بسرعه لكن احيانا كتير الرب بيحب يحتفظ بينا قارعين عند بابه فترة أطول خلال الفترات دي الرب بيشكل في أوانينا الرب بيغير فينا حاجات وسهل جدا ان هو يجري المعجزه وهيجريها بس ليه وقت وانا عليا اني اصبر وايماني ما يخرش لو انتظرت الرب فتره اطول لا تطرحوا ثقتكم اطرحوا الاحمال عليه ولا تطرحوا ثقتكم التي لها مجازات عظيمه انا بحي ايمانك وبحيي ايمان كل شخص بسيط ومخلص وليه عشم في الرب ويقول له حبيبي عشمك في محله تماما انت جيت في المكان الصحيح للشخص الصحيح القدير اللي هيصنع عظائم وعجائب تتناسب معاه بس حتى لو اتانى شويه يعني هو قد يتدخل بطريقه مباشره معانا من غير ما احنا نروح له وفي ايه بتقول وجدت للذين لم يسالوني أصغيت للذين لم يطلبوني إشعاع 65 فتخيلي واحد هو ما دورش على ربه هو صلاش وما طلبش بس كان في المشيئة الإلهية أن الرب يوصل له لغاية عنده أن الرب يحل له مشكلته وأن الرب ياخد بإيده ويقوده في مسار هيحقق مجده أحيانا يعمل كده وأحيانا يريدنا ان احنا نروح له بالثقه الشديده والايمان وننتظره قارعين عند بابه في كل الاحوال لا يغزى منتظروه ولا يخجل ملتمسوه. احيانا يتدخل بطريقه معجزيه واحيانا في مسار اعمال العنايه الطبيعيه ومش بالضروره انها معجزه. احيانا بيطلع خير كده واحيانا بيطلع خير كده. هو بيعرف يتعامل مع كل موقف وبيعلمني من خلال هذا ومن خلال ذاك ازاي انا اكون يعني بستفيد من هذه المعاملات او تلك ارجو ان اكون وضحت الفكر الى حد ما نشكرك جدا على الاجابه الوافيه دكتور لكن هي سالت سؤال حلو قوي قالت ان الرب احيانا بيعلن نفسه الناس لم تطلبه وشفنا كده انه ناس من خلفيات حتى غير مسيحيه رب بيظهر لها باحلام بيشفيها نعم. بيعمل معجزات وبتكون طريقه ان الرب يشهد عن نفسه الناس دي وحواليهم ناس تانية بتقبل الرب صحيح. من خلال ان الرب هو اللي بياخد المبادره ويوصل تمام لهم ويعمل حاجه خارقه للطبيعه يعني ما هو دي نفس الايه وجدت للذين لم يسالوني اصغيت للذين لم يطلبوني واللي ما بيروحلوش الرب بيعرف يوصل له يعني مريض بركة بيت حازده هو تعبان بس مش قادر يروح للرب الرب راح له لغاية عنده فالرب بيوصل للنفوس بطرق مختلفة جدا وأحيانا غير تقليدية إطلاقا بيعرف يتعامل مع كل الخلفيات كل النوعيات كل المستويات الفكرية الصغير والكبير بيعرف يوصل للكل ويوصل النور للكل امين امين يا دكتور بشكرك جدا على الاجابه الرائعه بلعبك. ولو ننتقل للراحه الاخرى احدى انواع الراحه اللي رب عايز يديها وبيتكلم ويتكلم بيها لينا النهارده نقول امين احنا كده اتكلمنا عن اربع راحات راحه الضمير المتعب بسبب الخطيه وازاي الانسان لما يحصل على غفران خطايا الحمل الكبير اللي عليه ده بيتشال وبيحس براحه وسلام من جهه الابديه ومن جهه الله الله مش خصم الله مش ديان لكن الله صديق الله في صفي الله حمل عني الدينون حطاها على المسيح البديل على الصليب فانا ارتحت لما جيت له وغفرت خطاياي الكثيره الراحه الثانيه راحه الخضوع والتقبل لمشيئه الله احملوا نير عليكم تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحه لنفوسكم شفنا راحه الارشاد والقياده والنور الالهي وشفنا كمان راحه الخلوه مع الرب لما بهدي نفسي في محضره قدامه بقعد قدام الرب بيكلمني انا بتكلم معاه بأفضي كل الشحنات بفرغ كل الهموم عند قدمين الرب بيملا قلبي بالسلام لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاه والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله وسلام الله الذي يفك كل عقل يحفظ قلوبكم وافكاركم في المسيح يسوع دول الاربع راحات اللي احنا اتكلمنا عنها والراحه الخامسه هي راحه الزواج الموفق مم. وده أشوفه في قصة رعوس نعمي قالت لرعوس ألا ألتمس لك راحة ليكون لك خير رعوس ثلاثة واحد وكلمتها أنها تروح لبوعز طبقا للشريعة والوصية اللي الرب حطها إن أنه هي هترتبط ببوعز ببساطة كده قبل كده نعمي قالت لرعوس وعرفة وهي في بلاد مؤاب ليعطكما الرب أن تجد راحة كل واحدة في بيت رجلها لما تتجوزوا ربنا يلتمس ليكم راحة وكل واحدة ترتاح في بيتها مع رجلها في ده زواج ده بعد ده بعد ده بعد لما رب سمح بانتقال ازواجهم اولادها الاتنين. الولدين الاثنين يعني كانت حاسة انه انتوا زي بناتي انا احب لكم الخير احب لكم الراحة انتوا هنا ممكن اخر يرتبط بيك انت لسه شابه صغيره ومعاكيش ولاد ممكن ان ربنا يرتب لك شخص ترتبطي بيه وتعيشي حياتك من تبتدي رحله حياتك من اول وجديد وتجدي راحه فعايز اقول انه الزواج الموفق اللي بحسب مشيئه الله بيحقق راحه للطرفين وخير للطرفين وسلام بيت بينعم بالاستقرار والسلام والسعادة لما يتكون في مشيئة الله شخص مؤمن يعرف ربنا وإنسانة مؤمنة تعرف ربنا الرب جمعهم هما الاثنين وصادق وبارك بنى هذا البيت أسس هذا البيت على الصخر بيضمن سلامة وسعادة هذا البيت على مر الزمان بيتا يبنيه الإله يثبت طول الحياة مهما تمر به من مصاعب يثبت طول الحياة هل معنى كده أن البيت ده مش هتهب عليه أي عاصفة؟ لا طبعا ما فيش بيت ما بتهبش عليه عاصف هل معنى أن احنا في مشيئة الله أننا مش هنختلف أبدا؟ لا قد نختلف طبعا بس الفكرة أن لينا مرجعية لو اختلفنا برجع للكبير اللي معانا أساس وضمان سلامة وسعادة البيت. لما احنا الاتنين بنيجي وده اهميه انه يكون لينا وقت بنصلي فيه مع بعض زوج وزوجه واعلم اولادي نفس الدرس. ان احنا لما بنتعرض لمشكله يا حبايبي احنا لينا مرجعيه، لينا شخص بنروح له، هو بيحل المشاكل اللي بينا هو بيعيد السلام للبيت ويحقق الراحة والطمأنينة الخير والبركة في البيت وجوده معانا احنا ما نستغناش عنه أبدا عارفة امتى بقى ب... المشاكل بتتعقد أكتر لو استبعدناه خالص من حياتنا وكل واحد مشي من دماغه وفقدنا الوصلة الحلوة اللي هي بتلطف أي احتكاك خشن وبتحقق أنه يعني إيد الرب معانا بيقربنا تاني من بعض بيشفي اي جرح حصل بيعمل في ده وبيعمل في ده بيقنع ده وبيقنع دي الدنيا بترجع تاني بسلاسه لكن استبعاد المسيح ما عادش هو راس هذا البيت مبادئه مش بتحترم في البيت كلمته مش بتتفتح في البيت لكن كل واحد فينا دماغ ومصر على رايه ما عندوش استعداد يضحي وما عندوش استعداد يتنازل عن رايه الدنيا بتتعقد اكتر وبدل ما في راحه هتلاقي في نكد وفي تعب طبعا لو ابتدينا غلط من الاول بقى طرف مؤمن وطرف غير مؤمن ده اللي حذر منه الكتاب لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين حتما الطرف المؤمن هيتعب خلينا اديك مثال من العهد القديم في واحده اسمها ابي جايل ست محترمه جدا على صفحات الكتاب نقرا قصتها في صمويل الاول خمسه وعشرين الست دي يقول عنها كتاب كانت جيده الفهم وجميله الصوره ارتبطت بزوج اسمه نبال ايه المزايا اللي في الزوج ده انه غني عنده قطعان بالالاف وانه ينتمي الى عائله كالب وده شخص محترم جدا من ايام موسى كان رفيق لموسى بس الفرق بين نبال ده اللي من عائله كالب وبين جد وكبير كالب 500 سنه طبعا يعملوا ايه كالب ولا ولا شيء هو طلع وحش وهو يقول عنه بقى كتاب انه اه غني بس غبي جدا واحمق نبال اسمه نبال اسمه احمق عنده. عنده فعلا كده الكتاب, يعني الكتاب وصفه كده ومراته كانت عارفه انه هو فعلا شخص فظ الطباع جدا خشن جدا بخيل جدا اناني جدا متعب جدا اكتر واحده تعبت معاه هي الست الاميره دي لان البدايه ما كانتش صح الاختيار نفسه كان مخطئ بالظبط ربما كثيرين يرتبطوا بشخص لانه غني ويظنوا ان هو ده اللي هيحقق الراحه انت يا بنتي هترتاحي مع الراجل ده لانه غني هو ده اللي هيوفر لك حياه كريمه عيشة هنية لأنه غني بس هو شرير وهو متعب وهو فاسد وهو مش هيريحك فلوسه دي مش هتعملك ولا حاجة لكن لو شخص تقي حتى لو أبسط في الإمكانيات الرب يبقى مسؤول عنكم وعن بيتكم وعن احتياجاتكم وعن أولادكم وكنت فتى وقد شخت ولم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس, تلتمس خبزا بركة الرب هي تغني ولا يزيد, ولا يزيد معها تعبا افترض ان احنا كان في خطا بشكل او اخر هل ملهاش اي حل ده لا. اسمع اسمع الاجابه من حضرتك بعد ما نأخذ مكالمه منتظره من انجلترا أوكي. عفوا يا دكتور معلش سوري للمقاطعه معانا الاخت جنان بقى لها شويه اهلا بيكي من انجلترا تفضل خير. شكرا لانتظارك اهلا بيكي الله يبارككم البرنامج رائع وفعلا احتاجين فعلا هذه الراحه والسلام اللي المسيح يملانا بسم الله صاحبتي أخت منى كنت فعلا من كل قلبي يعني عشمانة بكم أنه تصلوا من أجل ودي. والدي والدي عنده أمراض في الشرايين وهو هسه يعني هيز فيري كونديشن يعني اطلب طلبة صلاة انا استخدمت الكرمة واختبرت هذا الشيء وحصل يعني سلام وشفاء وعايزة هالمرة كمان أطلب تصلي من أجل والدي والدي أمر 81 years أن أطلب من الرب أن ينطي فرصة أخرى حتى يعرف المسيح ويرفع الألم وينطي سلام للعائلة حتى ينطينا راحة الرب ويريحنا من أتعابنا وضيقاتنا وإحنا ما ريدنا انا الرب هذا الوقت نريد آه فعلا متمسكين به ولا نرخي امينة حتى هو لسه ما قبلش الرب هو لسه ما خدش الرب نصيبه لا طيب لا خلينا لا نرفع صلاة بسرعة مع الدكتور محب كده لأجل أن الرب يفتح أمين قلبه ربي بارك. وأهم حاجة يطمن قلبك على أباديته ويشيل كل خوف جواكي أن هو ما يكونش بيروح السماء امينة حبيبتي نصلي لا مع الدكتور محب مع حضرتك دكتور محب تفضل يا رب احنا بنشكرك من كل القلب لانك موجود وتجازي الذين يسالونك انت عن كل واحد منا لست بعيدا انت بتشفي في الاعماق الداء انت بتشفي الارواح وبتشفي النفوس المتعبه وبتشفي الاجساد المريضه والعليله يا رب اهم من شفاء الجسد انك توصل لعبدك يا رب الى قلبه الى ضميره الى حياته وتعرفه شخصك والنور ينور حياته وتغير قلبه يا رب تديه انه يعرفك معرفه حقيقيه ويكون ملكا ليك فيضمن الابديه والراحه معاك يا رب من جهه جسده من جهه نفسه من جهه ظروفه من جهه امراضه انت تستطيع ان تلمس لمسه شافيه نقول لك يا رب مع اللي قال قل كلمه فقط فيبرأ عبدك أمتك الزوجة ليها إيمان وليها رجاء فيك يا رب وأنت لا تغزي الذي يأتي إليك حاشا أنك تفشل واحد أو واحدة جولك بإيمان وعشم بيتلمسوا وجهك بيسترجو رحمتك يا رب تقدر توصل له وتقدر تشفيه وكل مريض يا رب اوصل وتكلم من خلال الظروف والمعاملات انه يعرفك يا رب تمجد في كل الامراض ليك يا سيد كل الحمد امين امين, أمين. بشكرك جدا يا دكتور على صلاتك وربي أه، يطمن قلبك يا اخت جنان على الوالد ويديله حياه ابديه ويتعامل ويتلمس ويتلامس معه قلبنا معاك يا حبيبتي ونرفعه في الصلاة أجل الأمراض الجسدية كما رب يشفيها ويدي لمسة شفاء من عنده شكرا لاتصالك بينا ناخد مكالمة أخرى دكتورة إيفا من كاليفورنيا حضرتك على الهواء أهلا بيكي اتفضلي ازي حضرتك يا اخت اهلا بيكي ربي يباركك على البرنامج الرائع والحلقه المتميزه النهارده شكرا حبيبتي ازيك يا دكتور محب اهلا بيك يا دكتوره ايفا أه الحقيقه دكتور محب واخت منى وكل المشاهدين انا عايزه ارجع بس لمقدمه الحلقه اللي حضرتك اتكلمت فيها عن أه ماركو أه ماركو قديس أه ذهب ليكون مع المسيح صبا وقريب كلنا هنتجمع في المكان الرائع دوت لكن الحقيقه الجزء اللي عايزه اتكلم عنه هو المراه العظيمه التقيه اللي وراء رجل الله القديس التقي اللي كل المشاهدين شايفينه على الشاشه دلوقتي. مم. هذه المراه هي زوجته الفاضله الدكتوره منيرفا وانا كان نفسي الحقيقه انه يكون عندكم الفرصه انكم آه تذيعوا الجزء آه الفيديو اللي هي سجلته وقت حفل تقديم ماركو كان نفسي اكبر عدد من المشاهدين يشوفوه مم. لكن لغايه ما يتوفر الفيديو دوت نفسي اقول انه الرب سمح انه الاخت منيرفا يجوز في نفسها سيف زي ما اتقال عن المصوبه العذراء مريم وقت صليب المسيح لكن ازاي الرب اتمجد فيها وفي الدكتور محب وفي الاسره كلها بطريقه معجزيه جدا انا لغايه فتره قريبه كنت بقول للدكتور محب أنا بتعجب جدا لما بشوفك واقف على رجليك وبتخدم الرب بكل أمانة بعد هذا الظرف القاسي، لكن الحقيقة اللي كلمني بيه الرب وأكيد كلم بيه ناس كثيرة جدا إنه الرب بيسمح إنه يورينا بصورة عملية أواني صحيح أواني يمكن هشة ضعيفة دكتور محب وزوجته ناس عاطفيين جدا حساسين جدا وكان من الصعب جدا علينا إن احنا نشوفهم بيكتادوا في هذا الظرف، لكن إزاي إنه الرب قصد يورينا بالطريقه المعجزيه اللي تمجد ليهم وفيهم في الظرف دوت انه هو مش صعب عليه انه يعمل معانا احنا كمان كده. <applause> يمكن بنقرا في الكتاب عن حاجات ونشوفها انها معجزيه جدا لكن هو رب قاصد انه في زماننا الحاضر يورينا انه هو يقدر يعمل كده لغايه دلوقتي، يقدر في الظروف الصعبه يتمجد يقدر يكلم كل واحد فينا ويقول له انا هقدر اريحك <applause> حتى لو شايف ان اللي انت بتمر بيه ده اصعب حاجه لكن انا عندي الراحه. بصوره عمليه، بطريقه عمليه. أنا فرحانة جدا إن أنا قدرت إن أنا أقول الكلمتين البسطة دول دلوقتي، ونفسي يا أخت لو الكنترول روم يقدر إن هو يبيع الفيديو في أي وقت النهارده أو غيره، آه علشان نشوف بصورة عملية إزاي الرب فعلاً من خلال سيدة في منتهى البساطة لكن في منتهى التقوى قدرت تمجد الرب وهي بتفقد أغلى ما عندها. الرب يبارككم على الحلقه الرائعه دي يتمجد من خلال باقي الحلقه وباقي الكلام ويلمس قلب كل مشاهد زي ما لمس قلبي وعزاني من خلال كل هذه الكلمات الرائعه الرب يبارككم والرب معاكم مشكورة جدا دكتورة إيفا على مشاركتك الجميلة وقد إيه يعني مبسوطة أسمع الشهادة العظيمة ديت عن دكتور محب والأخت منيرفا وإزاي إنه حضرتك قلتي حاجه مهمه ان الرب استخدم الظرف ده انه لو هم قدروا يقفوا على رجليهم يخدموا الرب فده درس ليا ولكل حد انه انا اقدر اقف على رجلي وأختم الرب في كل مشكله في كل ظرف صعب واشكرك جدا على مشاركتك ودكتور محب لو تحب ربنا يباركك يا دكتوره ايفا قد إيه. إيه. ايه احنا يعني فعلا اتشجعنا بالكلام الحلو اللي قلتيه واحنا كلنا بنشهد عن الرب وعن نعمته زي ما قال تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل سواء أنا أو منيرفا احنا بنشهد عن هذه النعمة الكافية اللي بتسند وبتشجع وبترفع بالحق والصدق عشان نقدر نواصل الخدمة ويفضل الرب في قلوبنا هو الرب العظيم الحلو اللي احنا بنحبه ونحترمه ونطيعه ونخشع قدامه ونواصل خدمتنا ليه بكل طاقة يتخدم بالعنين لأنه هو إله محب فعلا ويستحق اننا نكرس كل قوانا ليه. بالنسبه للفيديو هيكون افيلبل آه وانا معايا الدي اللي عليها الفيديو ده وهو موجود كمان على اليوتيوب اي سيرش على اليوتيوب تحت عنوان ماركو محب نصيف هتطلع على طول صوره منارفة والفيديو اللي هي قدمته والده ماركو محب. ربنا يباركك دكتوره ايفا واشكرك كتير. اشكرك جدا يا دكتور وفخورين بالشهاده الرائعه من جسد الرب عن ادي رب صالح فيكم وقوي ومنتصر الرب ايه زي الدكتوره ايفا بتشهد انه انتم من احن وارق الناس اللي بارك الشخص بارك. ممكن يقابلهم والشهاده دي فعلا فعلا بتجيلنا من ناس كتير قوي قد ايه شخصيات رقيقه ومحبه ومعطاءه فازاي رب يسند بقى رب. مع كتر الحنان ده اللي بيخلي الانسان ممكن يتكسر لا رب قدر يسند رب قدر يتمجد و صلاه قلبي فعلا بطريقه شخصيه انه رب استخدم حياتكم وشهادتكم لكل ام واب فقدوا اولادهم في الاحداث اللي فاتت مجروحين مكسورين بلا رجاء بلا تعزيه رب فعلا يستخدمكم بلسم ليهم خلال البرامج اللي بتتقدم خلال الخدمات اللي حضرتك بتسافر فيها من كل قلبي رساله قلبي لكم بجد يا دكتور ربنا يبارك كتير ثانك يو ثانك يو لو هنرجع كنا نتكلم عن نوع من انواع الراحه اللي رب عايز يدونا راحه في الزواج وممكن لو سالنا كم حد تعبان في جوازه هنلاقي ناس كتير الايام دي <applause> بتقول <applause> لنا قد ايه تعبانين قد ايه بيعانوا قد ايه بيصارعوا لكن حضرتك ذكرت حاجه مهمه كنت عايز تتكلم معانا فيها هي الاختيار وقد ايه اهميه الاختيار الصح من الله وبعدها عندي سؤال ثاني لحضرتك برضه اتفضل يا دكتور هو بلا شك يعني اذا كنا مخلصين وبسطاء وباحثين عن فكر الرب الرب هيلتمس لينا راحه وهيقودنا صح وهيكرمنا وهيصنع لنا بيوتا ده فكره الصالح من جهتنا يعني مش حاجه جديده ده هو هو عايز يعمل كده ونفسه ان بيوتنا دي تكون منارات وشهادات كل بيت اتنين مؤمنين يبقى كنيسه والرب يتمجد فيه والرب يرتاح فيه وتفيح منه رائحه عطره فعلا وفينا يرو الرب يسوع المسيح بشكل واضح فعلا يشوفوا فينا خضوع يشوفوا فينا خشوع ويشوفوا قلب يسوع زي ما بيقول المرنم لو كنا غلطنا يعني انا ما اقدرش ارجع الزمن ليكن انه واحد خد قرار غلط هل معنى كده انه ما فيش اي رجاء ولا اي امل انه الرب يصحح الامور ويحقق سلام لهذا البيت وفرح في هذا البيت وسعاده لهذا البيت بالتاكيد بالتاكيد الرب ما بيفشلش انا غلط او الطرف الاخر غلط وخد قرار 100% ان الرب يستطيع انه يعيد السلام للبيت ويتعامل مع الطرف الاخر والرب لن يفشل الطرف المؤمن المخلص اللي بيجي قدامه وبيعترف بالخطا وبيسترجي رحمة حتى لو غلطت يا رب أنا إنسان أنا على قد النور اللي عندي على قد المعرفة اللي عندي أنا ببساطة فعلت لكن حاشا أنك أنت تسيبني أعاني مدى الحياة يقينا أن قلبك الحنين للعطوف هيرق لي وهيشفق علي رب يستطيع إن والكتاب بيسجل لينا في بطرس الأولى ثلاثة مثال حلو على كده ان كان البعض لا يطيعون الكلمه يربحون بسيره النساء بدون كلمه خلونا لا نطرح ثقتنا ونرفع عينينا على الرب ورب يستطيع انه يرجع ويشفي ويعالج ويعمر البيت ويضمن سلامه وسعاده ومتانه هذا البيت طالما المسيح موجود فيه امسك فيه والطرف الأخر برضه إذا كنا مؤمنين متعسرين احنا الاتنين نيجي ونطلب إن رب يكون موجود في هذا البيت واحنا مش هنستغنى عنه في أي يوم مش هنستبعده في أي يوم كلمته هتبقى محترمة عندنا في هذا البيت كتاب يتفتح نصلي مع بعض نعلم ولادنا المبادئ الالهية الصحيحة وربنا بيتسامى في نعمته فوق أخطائنا كثيرة ويستطيع انه يشفي ويحط اساسات من اول وجديد امين امين يا دكتور امين امين ناخذ مكالمه اخرى معانا الاخت اباك من يوتا حضرتك على الهواء اتفضلي الو واضح ان احنا فقدنا الاتصال حضرتك معانا الو طيب تعودي الاتصال بنا مرة أخرى بنرحب بمكالمتك وأسئلتك حبيبتي تعودي بنا الاتصال مرة أخرى آه أنا نفسي دكتور قوي يعني أنا عارفة أن في بيوت كتيرة مكسورة وإبليس بيحارب العيلة بشكل شرس جدا الوقت ده أوه. وعايز يكسر عائلاتنا وعايز يهدمها ونسبة الطلاق ابتدت تزيد و ويمكن يكون يعني بسبب انه الرب مش في البيت او بسبب بزرق. الانانيه انه انا مش قادر اكون بتواضع زي ما حضرتك قلت واتضع تحت يد الرب وبطلب حقي وبطلب مصلحتي و فانا نفسي قبل ما نستكمل انه نرفع صلاه لاجل اسرنا وبيوتنا ولاجل كل عيله بتتصل بينا على قناه الكرمة مهدده بالانفصال مشاكل زوجيه مشاكل اسريه مشاكل في تربيه الابناء ما اكثرها في هذه الايام في صح. كل البلاد في كل البلاد بدون استثناء أبنى. مشاكل كتير قوي فنفسي نرفع صلاه امين لاجل كل الاسر اللي بتسمعنا النهارده رب يدي راحه امين في زواجنا ويدي سلام في بيوتنا ويدخل ويسكن ويحل أمين. ويمتلك وياخد كل مساحه ابليس سرقها مننا كازواج وزوجات واباء وامهات في تربيه ولادنا ربنا ياخد أمين. حقه ومكانته في هذه البيوت في اسم يسوع امين, أمين. تفضل يا دكتور يا رب احنا قد بنشكرك من كل القلب لاجل نعمتك اللي بتستحمل اخطائنا بصبر وطول انات واللي بتتعامل معانا يا رب نشكرك لاجل فكرك الصالح من جهتنا ومن جهه بيوتنا ومن جهه اولادنا. انت عايز تصنع لنا بيوتا تكرمك وتمجدك وتشهد عنك وتنعم بالسلام وبالراحه وبالفرح وبالنجاح ونشكرك لانك قادر ان تفعل وقادر ان تحفظ من هجمات العدو يا رب احنا بنصلي من اجل بيوت بتعاني بنصلي من اجل مشاكل زوجيه مشاكل مع الاولاد في الاعمار المختلفه بنترجاك يا رب انك توصل لهذه الاسر وهذه البيوت وتضمن انت يا رب سلامه وسعاده هذه البيوت ترجع البسمه ترجع المحبه ترجع السلام تظللهم بالرحمه والرافه يا رب تكون ايدك معاهم يا رب قود النفوس رجوعا اليك عرفهم ان سر السعاده الحقيقيه مش في الثروه ولا في الصحه ولا في الامكانيات لكن في وجودك انت يا رب فمن فضلك حقق ذلك في بيوتنا وش في كل جرح يا رب رمم كل ثغره يا رب تبني من هدم فينا وفي بيوتنا يا رب تضمن أن ولادنا يكونوا ملكا ليك لك كل الحمد أمين آمين يا دكتور بشكر حضرتك على الصلاة الرائعة دي من قلبي يا رب, رب فعلا نشوف استجابتها كيلو. في بيوت كتير امين, أمين يا ناخد رب. ترنيمة أخرى ونرجع نكمل مع حضرتك يا دكتور حضرتك مش عايزين نخليكم ناخد الترنيمة دي ونرجع ناخد مكالمات حضراتكم أسئلتكم طلبات الصلاة بتاعتكم خليكم معانا يا مسيحي يا حياتي يا شف... يا شفيعي كل ان يعني كلما خارت قوايا منك عوني والامان ده الهنا اللي بيدينا الراحه وبدايه الترنيم بتقول راحتي يا رب حقا ان لي فيك الطمان بصلي من كل قلبي رب يديني ويدي كل احباء اللي بيسمعونا النهارده الراحه في كل الجوانب اللي رب اتكلم بيها لينا النهارده لكل قلب ولكل نفس لكل زوج وزوجه واولاد واباء وامهات وكل بيت في اسم رب يسعدنا الراحه ديت من عنده احب انا برحب بكم خطوط التلفونات مفتوحه ارقام قناه الكرم على الشاشه رحب اسئلتكم طلبات الصلاه بتاعتكم في الوقت القصير اللي بقينا من الحلقه برحب بمداخلاتكم برحب بيك مره ثانيه يا دكتور محب اهلا بيك. جدا لوجودك معنا ولاجل صوت رب القوي والعميق والهادي لينا النهارده من خلال وجود حضرتك معانا وتشريفك لينا ربنا يبارك كتير شكرا شكرا ليك يمكن في نوعين تاني عايزين نتكلم عنهم عن الراحه اللي رب بيتكلم بيها لينا النهارده النوع السادس من الراحه هسميه راحه الرقاد عند نهايه رحله الحياه. هل الشخص المؤمن لما بيرقد وتنتهي حياته بيستريح؟ فعلا الكتاب بيقول حاجه زي كده، الكتاب بيقول كده كتير في العهد القديم وفي العهد الجديد. على سبيل المثال في ايوب ثلاثه بيتكلم عن الشخص اللي بيرقد او يموت بس باعتباره مؤمن يقول كده هناك يكف المنافقون عن الشغب وهناك يستريح المتعبون الاسرى يطمئنون جميعا لا يسمعون صوت المسخر الصغير كما الكبير هناك والعبد حر من سيده. وفي ايوب 14: الانسان مولود المراه قليل الايام وشبعان تعبا. ان كانت ايامه محدوده وعدد اشهره عندك وقد عينت اجله فلا يتجاوزه فاقصر عنه ليستريح الى ان يسر كالاجير بانتهاء يومه. هناك راحه ولا شك في العهد الجديد يقول لنا الطوبة للاموات الذين يموتون في الرب منذ الان نعم يقول الروح فانهم يستريحون من اتعابهم واعمالهم تتبعهم شخص اللي تعب كثير واللي عانى كثير في رحله حياته هنا على الارض ايامه قليله لكن مشبعه بالتعب حاجه عجيبه قوي انه قليل الايام وشبعان تعب تتحسب باليوم تتحسب بالشهر تتحسب بالسنه مهما طالت لكن هي في الاخر ايام محدوده طابعها العام هو التعب افخرها موسى بيقول كده ايامنا سبعون مع القوه ثمانون افخرها تعب وبلية لكن لما الرب بيقصد إن الشخص ده اللي تعب كتير كفاية كفاية تعب كفاية عناء كفاية أنين كفاية انه هو يعني حياته على الأرض دي ربما اجتاز في ظروف مرضية ربما كانت مشبعة بالتجارب والأحزان والدموع والحرمان ربما نصيبه في الحياة كان قليل بشكل أو اخر الرب شايف انه الشخص ده يستريح يسكن امنا يستريح من عناء المسير ويستوطن عند الرب فكرك بقصه قالها المسيح عن الغني والعاصر العاصر مسكين فقير مضروب بالقروح يشتهي ان يملا بطنه من مائده الغني يا مباد جعان ما كانش ليه اصدقاء ما كانش بيستمتع بحياته كان نصيبه في الحياه قليل قوي ساءت به الاحوال لكن الرب كان بيبص عليه بنظرات الاعجاب والسلوك عمره, عمره, عمره ما اشتكى عمره ما تزمر عمره ما اعترض عمره ما جدف كان بيتقبل كل شيء بالشكر وعارف انها رحله قصيره سوف ينتهي العذاب فعلا وده اللي حصل معاه مات المسكين اغمض عينيه عن مشهد بؤس وشقاء هنا تعب وعناء وفقر وجوع ومرض مين اصدقائه الكلاب مم. اللي كانت تاتي لتلحس قروحه في لحظه غمض عينيه شاف الدنيا اختلفت خالص مفيش كلاب تاني مفيش قروح تاني لكن في فرقه ملايكه احاطت به وحملته الملائكه في تكريم الهي سماوي الى حضن ابراهيم كان رب يقول له حبيبي استحملت كتير تعبت كتير عانيت كتير رست ان بيس خلاص كفايه قوي لغايه كده امراض احزان الام حرمان حملته الملائكه في اللحظه بقى اللي فيها غمض هنا لإيه؟ الملائكه حواليه بتحمله احنا نعرف اكتر من انه ده راح حضن ابراهيم بولس يقول لنا لي اشتهاء ان انطلق واكون مش مع ابراهيم لكن مع المسيح وذاك افضل جدا بالنسبه للمؤمن الموت هو ربح الراقدون بيسوع تعبير جميل بيعني بمشيئه يسوع تحت اشراف يسوع في حضن يسوع بين يدي يسوع الحانيه زي الام اللي بتهدي ابنها تاخده في حضنها تطبطب عليه تتمشى بيه شيئا فشيئا لغايه ما يستريح وينام في منتهى السلام درقاد المؤمن الصديق واثق عند موته فعلا هناك يستريح المتعبون مش مش ناسي عبارة كان قالها ماركو كتبها على الفيسبوك قبل ما يرقد بشوية كتب كلمتين بس ماركو تعب وجت تعليقات كتيرة جدا على العبارة دي اللي كتبها ماركو قبل ما يرقد بس فعلا السماء قالت رست ان بيس خلاص أنت قربت توصل يا حبيبي إلى الراحة الأبدية في الفردوس حيث لا حزن ولا أي كمد مفيش تعب تاني مفيش أحزان تاني لا تعب ولا أحزان لا بكى ولا دموع مفيش جهاد تاني أيوب يقول كل أيام جهادي أصبر جهادي يعني تعبي عنائي كدي آه كل أيام جهادي أصبر إلى أن يأتي بدلي الخيمة الضعيفة دي لو خلعها لنا في السماوات بناء من الله بيت غير مصنوع بيد أبدي فراحت الرقاد عند نهاية الرحلة رب قال عن لعازر لعازر حبيبنا قد نام 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 ليستريح لكن اللي نام ده في يوم من الأيام هيصحى تاني أكيد وأحبائنا دول اللي رقدوا ورحلوا وغابوا عنا يستريحون عند الرب في الفردوس وهيجي يوم يقوموا تاني وهنشوفهم تاني وهنتمتع معا بالرب طول الأبدية كان في أحد خدام الرب الأفاضل قال عليه قال إنه إحنا بنحزن لفرق الشخص الحزن بيبقى على عليا أنا يعني أنا اللي بزعل على نفسي إن أنا اتحرمت من حد بحبه بيحبني وشوية حزن ليا أنا مش مصبت. لي هو ارتاح وراح في لقياً. الرب فكان بيقول إنه يعني الرب احنا شايفينه دايما اما حد بيركض عننا بنحس انه مش وقته لسه كان المفروض يقعد اكتر لكن كان بيقول الرب شايف الوقت الاحسن للشخص يقينا الرب حطه ليه هو مش اللي احنا شايفينه احسن ليه احنا عايزينهم ما يسيبوناش ابدا لكن لينا علشان علشان احنا نكون معاهم احنا نفرح واحنا نتمتع ونشترك في المحبه معاهم ف صحيح الرب يسوع قبل ما يسيب التلاميذ ويروح للصليب ويروح على بيت الاب التلاميذ كانوا منزعجين جدا بسبب الفكر ده ومش راضين يقبلوه ابدا فالرب قال لهم لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لاني قلت امضي الى الاب وانا متاكد ان كل حبايبنا دول اللي راحوا السماء لو احنا بنحبهم بجد نفرح لهم ان هم هناك في السماء وقريب جدا اصل الاغتراب عن بعض والافتراق عن بعض الى حين حبايبنا دول هنشوفهم قريب جدا هيجمع الشمل وكلهم هنشوفهم مرة تاني على سحب المجد في أجساد المجد ونكون مع بعض في بيت الاب في السماء طول الأبدية مش هنفترق عن بعض مرة تاني هنعرفهم هنتقابل معاهم يقينا ومش هنسيب بعض للأبد الرحلة هنا قصيرة بس الأبدية طويلة إذا افترقنا عن بعض إلى حين لكن هنجتمع مرة تاني مش على أرض الشقة ولا في أجساد الضعف والتراب لكن في بيت الآب وفي الأجساد الممجدة هنا كل واحد فيهم وأي واحد فينا إحنا كمان الموت بالنسبة له مش كارثة لكن الموت بالنسبة له ربح كما يتشوق العبد إلى الظل وكما يصر كالأجير بانتهاء يومه هي الساعة كام؟ أنا المفروض أخلص شغلي الساعة 6 العصر مع غروب الشمس. تعب على الساعة 5 دي يقول يا اليوم ده طويل قوي ما قربتش الحكاية. لا قربت صدقني وخلاص أول ما تيجي الساعة 6 يسرب كالأجير بانتهاء يومه يمضي من هنا ليستوطن عند الرب. هذه راحة حقيقية يسجلها الكتاب. دي الراحة الستة وفي راحة سبعة تانية مرتبطة في راحة بيها سبعة دفتور. أحلى من كل الراحات دي هي الراحة الأبدية ودي نقرأ عنها في عبرانيين تسعة أسف عبرانيين أربعة عدد تسعة هو بيقول بيتكلم عن يشوع ودخول الشعب إلى أرض الموعد ويقول إن لو كان يشوع قد أراحهم لما تكلم بعد عن راحة أخرى بيقول اذا بقيت راحه لشعب الله الراحه دي هي الراحه النهائيه وهي في الاصل سبت ده اليوم السابع من ايام الخليقه زي ما نعرف انه استراح الله في اليوم السابع وما نقراش بقى عن اليوم السابع كان مساء وكان صباح يعني ست ايام كان مساء وكان صباح يوما واحدا يوما ثانيا يوما سادسا مساء وصباح الا اليوم السابع ما مساء لكن فيه نهار ابدي استراح الله من جميع اعماله في اليوم السابع والقى بنظره ارتياح تام على المشهد كله استراح الله هذه الراحه في اليوم السابع تكلمنا عن الراحه الابديه يوم يصنع الله سموات جديده وارض جديده يسكن فيها البر النهارده البر بيعاني والبار بيعاني لكن في الحاله الابديه في السموات الجديده والارض الجديده اللي تخلو تماما من اي اثر للخطيه او اللعنه في راحه ابديه في توافق تام ما بين السماء والارض سموات جديده وارض جديده يسكن فيها البر حمل الله اللي جه ليرفع خطيه العالم الايه دي هتتحقق بشكل مطلق ونهائي في الحاله الابديه اثر الخطايا سينمحى والشر سيغيب وفي النهار الابدي اساكن الحبيب البحر لا يوجد فيما بعد مفيش اضطرابات مفيش توترات مفيش اشرار كالبحر المضطرب مفيش فواصل البحر ده بيفصل الحبايب عن بعضيهم مفيش انفصال تاني لكن في اجتماع ابدي رائع ومجيد مع المسيح في المجد في راحه ابديه في كل شيء جديد مفيش حزن مفيش صراخ مفيش وجع مفيش دموع مفيش موت وبالمناسبه أول إشارة للدموع في الكتاب المقدس والبكاء ارتبطت بالموت في تكوين 21 هاجر كان معها إسماعيل ابنها وكان عطشان والمية خلصت وهم تايهين في برية بئر سبع وكان الولد هيموت حطت الولد تحت شجرة وقالت أروح بعيد مش قادرة أشوف الولد وهو بيموت لا أنظر موت الولد ورفعت صوتها وبكت البكاء ارتبط بالموت اخر اشاره للدموع في الكتاب المقدس رؤيه واحد وارتبطت بالموت برضه يقول سيمسح الله كل دمعه من عيونهم والموت لا يكون فيما بعد الموت اللي كان السبب المباشر للدموع الموت اللي كسر القلوب ما فيش موت ما فيش دموع تاني طول الابديه قال الجالس على العرش أصنع كل شيء جديد هيكون كل شيء في توافق وانسجام مع الله فرح أبدي ابتهاج أبدي سعادة أبدية راحة أبدية ده اللي احنا بننتظره عن قريب سوف يمسح رب الدموع لا بكاء في تلك الربوع وده رجاءنا وده اللي بيدينا الرجاء ان احنا بعد انتهاء حياتنا هنكون مع رب يسوع المسيح له كل المجد واللي عاش الرب و... عاش للرب وخدمه هياخد الاكاليل وهياخد المكافاه الابديه من الرب يسوع له كل المجد تمام. طب لو شخص احنا يمكن في البدايه اتكلمنا وقلنا الرساله واضحه لو شخص ما عندوش الرجاء ده ما خدش الرب نصيبه مش ضامن الابديه لو ح... خايف من الموت خايف لو حياته انتهت النهارده ومش عارف يروح فين الموت بالنسبه له شيء غامض ومخيف بلا رجاء بلا مسيح آه، مش عايزين بت... نقول مش عايزين نقول مصيره ايه مش عايزين نقول ايه اللي مستنيه لانه عايزينه يعرف الرب مش عشان يهرب يمكن في طريقه عندنا بتقول إني لو احب الرب لا لاربح النعيم ولا لكي انجو من عذاب في, في الجحيم مش ده الهدف اللي فيه بعرف الرب عشانه لكن آه، عارفين انه مش هينتظروا الابديه الجميله اللي احنا مستنيينها والرجاء المبارك وان احنا هنشوف الرب ونشوف القديسين مش ده اللي مستني الشخص اللي معاش المسيح وده القلب لكن في ابديه مختلفه بتنتظره في الحقيقة الفرصة معاه هو لا يزال على قيد الحياة ولآخر نفس المسيح بيقدم محبته بيمد إيده بيوجه الدعوة ليه فاتح قلبه ليه مهما كان وحش ومهما كانت خطاياه كثيرة ومهما كانت شروره وفجوره مهما كان عنيف وشرس وقتال يعني اللي خلص شاول الترسوسي ورجعه وعمل فيه هو نفسه يقول أنا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا لكني رحمت ليظهر فيا انا اولا كل انا استحملني واستحمل شروري واقبلني وغفر لي وغيرني اللي غير هذا الشخص يستطيع ان يغير كل انسان واشكر ربنا اقول برضه للمشاهد اشكر ربنا انك لا تزال على قيد الحياه والى هذه اللحظه اغنم الوقت الوحيد المعطلك قلبك افتح ليسوع عاجلاً الرسالة الأخيرة النداء الأخير قبل أن يغلق الباب قبل أن تنتهي الحياة قبل أن يمضي الزمان قبل أن ترحل بغير رجاء إلى الأبدية أنت لسه الباب ما تقفلش لسه قلب الرب مفتوح ليك وعلى استعداد أن يرحب بيك ويقبلك ويغفر كل ماضيك بس تعالى قبل فوات الأوان وقل له ارحمني أنا الخاطي اقبله تقبل في السماء وتعيش بالرجاء الحي السعيد. آه انك اذا جه المسيح ليك نصيب في السماء. اذا حياتك انتهت انت واثق ان هيكون ليك مكان في السماء لانك ربطت حياتك بالمسيح، الذي يؤمن بالابن له حياه ابديه. الذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياه بل يمكث عليه غضب الله. ما ترفضش الدعوه ولا الداعي الحلو. الرقيق اللي بيمد ايده ليك اللي عايز يساعدك وعايز يريحك وعايز يديك الحياه الابديه دفع الثمن باهظ على الصليب عشان يديك السلام عشان يديك الغفران عشان يديك الراحه عشان يديك الحياه الابديه وتنجو من الغضب الاتي مش عايزك تروح الجحيم هو لا يشاء ان يهلك اناس بل ان يقبل الجميع الى التوبه يريد ان جميع الناس يخلصون والى معرفه الحق يقبلون هو راح الى الصليب ودفع الثمن عشان لما انت تامن وترجع يبقى ليك مكان في السماء تسعد وتهنا وتستريح طول الابديه امين وبنصلي ان كل نفس بتسمع الرساله دي ما تقفلش ودنها وقلبها لكن تغتنم الفرصه وتاخد رب مخلص وفادي شخصي و تضمن ابديه سعيده وتضمن غفران الخطايا وتضمن حياه ابديه يا رب باب التوبه مفتوح رب فتح قلبه ليك امين آه ما تهملش صوته وما تطنشوش عشان النهارده في فرصه مش عارفين بكره الفرصه دي موجوده ولا لا فاغتنم الفرصه ودي قلبك وحياتك لرب يسوع المسيح في ترنيمه حلوه هقول منها عدد بتقول افتح الباب الى الفادي المسيح اذ الفادي دواء للجريح وعلى صدر المحب تستريح قلبك افتح ليسوع عاجلا امين امين يا دكتور في بعض الاسئله اللي جت في الكنترول ما قلها بسرعه وقت حلقتنا بيختم في اخت طلبت صلاه من نيوزيلندا شفاء لزوجها وعشان شغل ليها نفسنا برضه نرفعها امام عرش النعمه أمين. وفي اخت بتقول هي كانت وقعت في الخطيه لكن تابت ورجعت لرب وجوزت وخلفت لكن بتقول انه في ناس بيعاقبوا اهلها وبيضايقوهم من غير ذنب ممكن يكون حاجه ليها ارتباط بالماضي بتاعها وهي مش عارفه تعمل ايه الرب مسؤول عن الماضي والرب بيتغاضى عن أزمنة الجهل والرب بيطوي هذه الصفحة نهائيا بس الإنسان يرجع إليه والرب على استعداد إن هو يشفي كل الآثار اللي حصلت طالما النفس رجعت إليه رجوع حقيقي حتى لو كان في بعض الحصاد من الطريق الشرير اللي أنا مشيت فيه الرب مش هيسبني انا بنت لله من يوم ما رجعت لي وهو مسؤول عني وعلى استعداد انه يحتوي كل هذه الاثار ويشجعني ويعدي بيا هذه الازمات ما تنزعجش وما تخافش اهم حاجه انها رجعت للرب واهم حاجه انها قبلت المسيح واهم حاجه ان ليها مكان في السماء ورب مسؤول عنها ومسؤول عن اسرتها ومسؤول عن كل النتائج فهو يغفر ولا يعود يذكر خطايانا فيما بعد امين في سؤال تاني اخت بتقول هي كانت جدفت على روح القدس من سنين طويله وهي حاسه انه يعني ممكن يكون ربنا مش بيغفر لها ده حسب مفهومها يعني ان هي جدفت على روح القدس ان رب مش هيغفر لها ومش يسامحها وهي مش عارفه هل رب سامحها ولا لا هي مش قادره تسامح نفسها الحقيقه خطيه التجديف على الروح القدس عشان ده برضه سؤال شائع كتير وبيربك ناس كتير مفهوم مش واضح يعني بيثبت الفكره ان انت ما دام جدفت على الروح القدس انت لا رجاء ولا امل كملي حياتك في الخطيه كده كده انت هتموتي وتروحي جهنم وربنا لا يمكن هيغفر لك لان يعني المسيح قال كده الحقيقه المسيح ما قالش كده اطلاقا ولا يقصد ذلك على الاطلاق ايه هي خطيه التجديف على الروح القدس الخطيه دي كانت موجوده ايام المسيح لما كانوا الفريسيين والكتب بينسبوا أعمال المسيح معجزات المسيح اللي بيجريها بقوة الروح القدس إلى بعد زبول رئيس الشياطين فالخطية دي كانت مرتبطة باليهود اللي رفضوا المسيح ونسبوا أعمال الروح القدس إلى رئيس الشياطين ليه الخطية دي ما اللي, اللي يجدف على الابن أو يرفض الابن يغفر لي، اما اللي يرفض الروح القدس فما يتغفرش اللي ببساطه لان اللي هيرفض هي المسيح الروح القدس هيجاهد معاه ويقوده الى المسيح. لكن لو هو قفل الباب خالص من جهه الروح القدس اللي بيتعامل معاه اللي بينشئ فيه التوبه والايمان هو ده اللي ليس له رجاء. مش عشان حاجه حصلت في الماضي يبقى انتهى الكلام على الاطلاق مفيش حاجه في الكتاب المقدس بتقول ان رب يرفض شخص ولا انه ما بيغفر لهوش عشان هو مره بيعتبر نفسه جدف على الروح القدس مفيش حاجه بالوصفه دي اطلاقا انا بطمن الاخت دي ان مهما كانت خطاياها كتيره ايه الحاجه اللي هي عملتها المسيح قلبه مفتوح الروح القدس بيجاهد مع النفوس وعلى استعداد ان يغفر مهما كان الشر عظيم أمين. امين يا دكتور امين احنا حلقتنا انتهت لكن نفسي في الختام تصلي لنا دكتور لكل نفس سمعت الحلقه والاخت بتاعة نيوزيلندا والطلبات الصلاه اللي بتجينا في قناه الكرم اتفضل يا رب احنا بنعود لك بالشكر الكثير من اجل الوقت الطيب اللي متعتنا بيه بفرصه طيبه هادئه امامك يا رب وديتنا نور من كلمتك يشجع نفوس كثيره متعبه يا رب انت شايف كم المعاناه كم التعب كم الدموع كم الإحباطات اللي موجودة في العالم والقلوب المكسورة أيا كان السبب يا رب لكن إحنا بنسلم كل نفس تعبانة كل نفس بتئن كل نفس محرومة مظلومة مجروحة مرفوضة مكسورة ذليلة تستطيع إنك تفك أسر كل نفس اقتنصها الشيطان وتحرر هذه النفوس وتديها راحة حقيقية في علاقه وطيده معاك يا رب تنازل الى كل نفس بتطلبك الاخت بتاعت نيوزيلندا وتاريخها وماضيها واهلها وكل اللي طلبوا طلبات صلاه المريض اللي عندهم مشاكل من اي نوع اوصل الى الكل يا رب وارحم حسب كثره مراحمك فانت كثير الرحمه ورؤوف ولا تسمح إن نفس سمعت تتقص وتظل في الرفض والعناد والتباعد عنك يا رب لكن اكتذب بحبال محبتك بربط محبتك هذه النفوس واقتادها رجوعا إليك فتنعم بالراحة وتنعم بالسلام وتتمتع بالحياة الأبدية لاسمك الغالي لك كل الحمد أمين أمين يا دكتور مشكورك جدا جدا على الحلقة دي ربي يحفظك ويباركك ويستخدمك المجد اسمه في Thank كل you. مكان مرسي mm. ربي يحفظكم ويشجعكم ويبارككم شكرا شكرا لك أحباء مشاهدي مشكوركم جدا متابعتكم لينا وبنصلي ربي يدي لكل نفس وكل قلب الراحة اللي هو محتاجها في المجال اللي هو محتاجه في الحاجة اللي هو طال الرب فيها ربي يدي راحة لشعبه ربي يبارك شعبه بالسلام أشكركم متابعتكم وإلى اللقاء حلقات قادمة من قناة الكرم